اهلا اهلا بالاحباب، اهلا وسهلا ومرحبا، اهلا وسهلا بكم. اهلا يدي في دكتور وليد ازول، اهلا امال كتاري علي وخليل وكل الحضور. فما زوز من الناس بر 3 4 5 6 7 كهو بيسألش، مش مشكلة. أهلا وسهلا بكم. اليوم باش نحاولوا نختموا بيان سور قصة إبراهيم لأن طورنا فيها ياسر رغم اللي هي مهمة. عيد لنا كلمة أحباب. ما بلدك يا مل، ما بلدك طفل، ديما تسيب في البلاد نتاعك والركاكة، ديما تسيب في البلاد نتاعك والركاكة. المهم، أهلا أيمن، مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين ومساء كل الأمور الجيدة. قديش مازال له مطار من النهار؟ صوت باهي ساعة؟ صوت باهي؟ أحسن تونسي يعطيك الصحة. صوت باهي ولا؟ هل الصوت جيد أم لا؟ سوبر بيه، سوبر بيه، شكراً علي، مساء الحب أليكس. الصوت باهي، أمواج بلا شواطئ، أمواج بلا شواطئ. جملة واحدة، أمواج بلا شواطئ، ليس هناك شواطئ. فارس كويس. غازي فينهم أسئلتك؟ ما شفتهمش. أهلا عبد الرحمن يا عنصري يا قومجي. المهم ما نقعدوش نستناو في الناس الكل. وقداش مازال رمضان ساعة قولوا لي؟ اي لا باش نذكرها المسألة هذيك نتاع الطير، اي باش نذكرها يعني. ما مش معناتها انا باش نركز على العبر، خاطر الايات القرآنية كثيرة في على ابراهيم، اما على باش نركز على 5 6 نقاط مهمين جدا. فهمت؟ من يقول له؟ من عرش أنا فارس، أنت نفس كل يوم تسأل نفس السؤال. Que penses-tu de l'expérience de mort imminente؟ كل يوم تسأل نفس السؤال. من يقول لك؟ من يقلت وقلت وقلت وقلت؟ هيا ننطلق، فما حد مش مشكل. أزال 11 يوم، ما يبه يا مواجب إلا شاء الله. أوكي ننطلق. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. أزول عسلامة، أهلا وسهلا بكم. اليوم نواصل الحديث حول إبراهيم الجزء الثالث. تكلمنا البارح على انتشار البراهما، تكلمنا على التقاسيم اللي كانت موجودة في الديانة، ليس في الديانة الفيدية فقط وإنما تقريبا في كل المنطقة في العالم في ذلك الوقت، حيث كانت هناك بشرية مقسمة إلى طبقات، وانتشار ما يسمى طبقة الكهان أو البراهما في منطقة الشرق الأوسط وكل العالم، بحيث ظهر كثير من البراهما في ذلك الوقت يعلمون الأسرار، خاصة بعد سقوط سومر
وظهور الكتابة وتناقل تلك الصحف وتعلمها من طرف كثير من الأشخاص، ونوعا ما فقدان السيطرة على السرية التي كانت لهذه العلوم في الأوساط الملكية والحاشية الملكية التي كانت تحكم الشعوب بأسرار لا يطلع عليها الشعب، وهي محصورة بين الحكام وبين الكهنة. طبعا حبيت نقول فكرة أخرى حول حضارة سومر قبل أن أتكلم على إبراهيم، إن حضارة سومر الذي ظهرت قبل تقريبا أكثر من 6000 سنة كانت مشعة في جميع العالم، حتى معنتها أنا قريت بعض الدراسات إن الحضارة السومرية كانت عندها أحبال أو خيوط في جنوب إفريقيا وفي أمريكا وحتى في أوروبا، نواحي شمال أوروبا وإلى أقصى الصين، فكانت هي عبارة على حضارة كبيرة تضم تحتها كثير من الحضارات الأخرى المنتشرة في العالم. وشعاع وعظمة حضارة سومر لم تسمح للحضارات الأخرى أن تظهر أو أن تبان، يعني كانت حضارة جدا قوية ليس في آسيا فقط وإنما في جميع العالم. وضعف هذه الأخيرة وتشتتها اللي وقع، يعني التشتت نتاعها يعني تقريبا في القرن الثالث قبل الميلاد، مش القرن، الألفية الثالثة قبل الميلاد، فهمت؟ يعني في الفترة هذيك سمحت بظهور حضارات أخرى، مثل يعني رغم اللي الحضارة الفرعونية كانت تقريبا موازية في جانب من جوانبها مع حضارة سومر، أما بما يسمى بحضارة السند، حضارة السند أو معنتها هذيك حضارة معنتها كبيرة جدا أيضا، والآن تقريبا 10 سنوات الأخيرة تم اكتشاف إنها أقدم من حضارة سومر، ولكن في فترة من المراحل متاعها كانت موازية لحضارة سومر. اللي حبيت نقوله من هذا أن حضارة سومر كانت عبارة على نقوله احنا توا أمريكا ولا الغرب، فهمت؟ يعني نجم نقوله معناتها أمريكا بالمفهوم يعني الجزية، رغم اللي معناتها حضارة سومر كانت أعظم من حضارة أمريكا. هذه الحضارة كما قلت لك إلى الآن على حسب البحوثات والعلوم اختلفوا كيف تكونت هذه الحضارة، يعني الإنسان إلى هذه الساعة لم يستطيع أن يثبت 100% كيف تكونت هذه الحضارة، وفكرة معناتها العلم اللي كان عندها يعني شيء معناتها يفوق المخ، فهمت؟ البعض يرجعها إلى إفريقيا والبعض الآخر يرجعها إلى حضارة السند حسب البحوثات الأخيرة، والبعض الآخر إلى أمريكا وهي بحوثات أقل، والبعض الآخر يرجعها إلى البحر الأبيض المتوسط، والبعض كما قلت لكم يعيد بهذه الحضارة إلى إفريقيا. وأول من تكلم النجم نقول على مصدر الحضارة السومرية ليس على أساس الحضارة السومرية، وإنما تكلم على حضارة تسبق الحضارة اليونانية وهي الحضارة المفقودة اللي أطلق عليها وقتها المدينة المفقودة أو أطلانتس، وأول من كتب عنها أفلاطون في كتابه يصف فيه حوار وقع بين سقراط وفيثاغورس، ويشارك معهم شخص ثالث هما يقولون صوفي أو غنوصي، هو الذي ذكر ما يسمى بالأطلانتس أو ما يسمى بالمدينة المفقودة.
طبعا ما هو معناتها منقول على أفلاطون وعلى من جاء من بعده أن هذه الحضارة الذي يطلق عليها أطلانتس أو المدينة المفقودة لقد انتهت بفيضان عظيم وقع شبه قصة نوح. ومن معناتها نفس فكرة نوح، قصة نوح وغرق الأرض، ولكن ما نعرفوش يعني إلى الآن أين وقعت هذه الفيضانات الكبيرة، رغم أن معناتها الآن نعرف الفيضانات اللي وقعت على الأرض، ومنها أقدم فيضان يعني نجم نقوله تم تعيينه علميا، طبعا هنا نتكلم بالمفهوم العلمي، هو الفيضان الكبير الذي وقع في إفريقيا قبل 200,000 سنة. وقصة يعني فيضانات اللي وقعت في الأرض نعرف أيضا فيضانات وادي السند، حتى وفيضانات دجلة والفرات، حتى فيضانات وادي النيل، وكلها وإحنا نعرف إن مركز الحضارة كان دائما يعتمد على قربه من الماء. فلهذا مسألة الفيضان واندماج معناتها وتدمر حضارة معينة مهما كانت هو أمر محتمل جدا، وخاصة إن كانت هذه الحضارة مجرد حضارة كلامية، رغم أن بالنسبة لوادي السند في آخر اكتشاف أظن في 2008 وجدوا بعد محاولات الكتابة في حضارة وادي السند. البعض يعيد أن تكون ما يسمى سومر يا أما من وادي السند، معناتها أقرب الأفكار يعني العلمية الآن يا أما وادي السند يا أما منطقة قزوين والشعوب القوقازية ناحية كردستان يعني شمال العراق، نزلوا أقوام نتيجة فيضانات أيضا وقعت في تلك الفترة. هذا يعني بصفة عامة اللي حبيت نقوله معناتها قبل ما نبدأ. باهي، احنا البارح وصلنا لحضارة بابل، وعندما نقول حضارة بابل نعرفه فهمت يعني نتكلم على ما يسمى المشروع الإبراهيمي. وأهم نقطة يعني عندما نرجع الآن لأي مصدر تاريخي معناتها نتكلمه نلقاه أن أبو التوحيد هو إبراهيم، حيث يعتبر هو أول من جاء بفكرة التوحيد. ولكن السؤال، هل إبراهيم هو أول من جاء بفكرة التوحيد؟ طبعا لا، فكرة التوحيد قديمة قدم الحضارات الإنسانية، بل فكرة التوحيد تكونت مع بداية ما يسمى الحضارة والنظام الهرمي الذي ظهر عند الإنسان في الحكم والتجمعات البشرية. طبعا نجد فكرة التوحيد نوعا ما عند السومريين، ونجدها عند حضارات أخرى، وحتى عند وادي السند، ونجدها عند الفيديين، ونجدها عند الفراعنة طبعا، خاصة في الحضارة الوسطى الفرعونية، ونجدها أيضا عند البابليين وغيرها من المناطق كانت هناك فكرة التوحيد. إذن السؤال الذي نطرحه، ماذا يميز التوحيد الإبراهيمي عن أنواع التوحيد الأخرى؟ هذا سوف نحاول أن نفهم، يعني نفهم علاش معناتها شنو الفرق من بين التوحيد الإبراهيمي والتوحيد الأخرى من خلال تطور الفكر الإنساني لفهم الرب. ويمكن أن نقسم هذه المراحل على حسب البحوث التاريخية، طبعا هذا ما هوش كلامي، بحوث تاريخية، إلى ثلاثة مراحل أساسية. طبعا التقسيم يمكن نبدله كما نحب احنا، ما الفكرة هي بيدها. ثلاثة مراحل الإنسان تطورت فيه فكرة الرب. المرحلة الأولى الذي يمكن أن نطلق عليها مرحلة الطفولة المبكرة، وهي المرحلة ولادة الإنسان وتطوره ونموه الجسمي إلى أن انتصب قائما، وهي مراحل جدا مهمة في النمو الجسمي والحركة والتحكم والنمو العقلي. هذه المرحلة الأولى هي تعتبر مرحلة قبل الكلام،
حيث كل إنسان له تصور خاص عن الله لا يعلمه إلا هو، لأن ليس هناك وسيلة تواصل. يعني كان كل إنسان، يعني فكرة الرب لم تظهر عندما ظهر الكلام. وهذه يعني دراسات وقعت حتى على بعض الجماجم لفهم معناتها العقل الإنساني وتطوره. والجانب طبعا آخر هو مسألة ما يسمى الدفن، وخاصة يعني التوتيم اللي تم اكتشافه، اكتشفوا أن الإنسان قبل أن ينطق وقبل أن يتكلم كانت البشرية تشترك في شيء اسمه الإيمان الفردي أو الإيمان الشخصي الداخلي الإحساسي الذي يحكم تصرفه الخارجي. وهذه المرحلة من مرحلة البشرية كان هناك فكرة الرب عند كل إنسان في داخله ما غير ما يعبر عليها، وهي الذي نطلق عليها الذاكرة الإنسانية الأولى، أو ما نطلق عليها في علم النفس لا شعور الإنساني المبكر، أو نطلق عليها بداية الفكر الفطري أو الفكر الغنوصي أو الغنوصية المبكرة. المرحلة الثانية التي مرت بها البشرية وهي ما تسمى بالطفولة الوسطى، التي هي تأتي بعد الطفولة المبكرة، وهي تواصل مرحلة تطور الجسم والنفس والحس والعقل وظهور ما يسمى الكلام. عندما ظهر الكلام عند البشر في هذه المرحلة بدأ يظهر النظام الهرمي أو السلم الاجتماعي وسيطرة الإنسان على الإنسان بإقناعه بربه. هنا بدأت تظهر العبادات الاعتقادية الجماعية، سواء على شكل أسرة حيث كانت الأسرة تؤمن برب الأب، ثم على أساس القبيلة ورب القبيلة، ثم تطورت أكثر إلى أصبحت فكرة الأب الكبير أو الجد أو ما يسمى عبادة الأجداد على أساس هم الرب الذي يميز شعب عن شعب آخر أو الرب الأعلى. الفرق أن في هذه المرحلة بداية تكون المجموعات البشرية وظهور فكرة الرب الأعلى أو الرب الأول لم تمنع بقاء الأرباب الأخرى ولم تقهر، يعني الرب الأعلى لم يقهر ولم يتعدى على الأرباب الأخرى. مثلا رب الشعب، عندنا رب الشعب وعندنا رب القبيلة، كل قبيلة عندها رب خاص بها، وفي كل قبيلة عندنا رب كل أسرة، وفي كل أسرة عندنا رب كل مجموعة بشرية صغيرة، الأسرة الصغيرة، وكل شخص عنده الرب متاعه الخاص. يعني فكرة التوحيد بمفهوم الهرمية الرب الأعلى بدأت من أول بدء ما يسمى الحضارة الإنسانية. وطبعا هذا الرب في هذه المرحلة خرج من ما يسمى النفس أو الإحساس إلى الظواهر الخارجية التي كانت تتمثل في التوتام أو في شجرة أو في نهر أو في حجرة أو في جبل، وكانت ترسم الحدود للقبيلة أو للشعب بما يسمى الطبيعة، الغابة، ما وراء الجبل هو شر، وما وراء النهر هو شر، وما وراء كذا هو شر. ثم بدأ يتطور الإنسان، وخاصة في مرحلة التنقل متاعه والهجرات المتتالية للبشرية، ارتقى الإنسان وأصبح ينسب تلك القوة أو تلك القوة الإحساس الداخلي إلى ما يسمى الرياح والأمطار والسحاب
ثم القمر والشمس والنجوم والكواكب وغيرها من الأمور. يعني هذه مرحلة ثانية الإنسانية. إلى الآن البشرية تسير نحو المعتقد الطبيعي طريقة طبيعية جدا. يعني هذا تطور يعني في علم علم التاريخ وعلم الاجتماع. هذا التطور البشري نتيجة الوعي البشري وعدم قبوله ما يسمى بالموت. هذه كما يقول معناتها أحد الباحثين يقول لك عامل الخوف هو الذي جعل يتطور الإنسان. يعني عامل الخوف كان مساهمة كبيرة في تطور الإنسان وتطور فكرة. الإنسان كان مثلا يأكل مع صديق له أو مع شخص له شارك معه الصيد أو عاش معه 10 سنوات أو 20 سنة ثم يراه يموت ثم يحلم به. فتكون ما يسمى المعتقد إن ذلك الشخص لم يمت، لم يقبل فكرة الموت الإنسان. هذه مسألة يعني من جمش يقبلها مخه، فهمت؟ ولهذا تكونت فكرة الأجداد وفكرة الرب وفكرة كلها مرتبطة بعنصر أساسي من عناصر الخوف. إلى الآن التطور البشري في المعتقد البشري هو تطور طبيعي. ثم ندخل في المرحلة الثالثة الذي هي الطفولة الأخيرة، حيث التعلم والنمو أصبح أكثر، وخاصة ظهور مرحلة مهمة من تاريخ البشرية هي نقل المعرفة وتعلم الكتابة والقراءة وظهور ما يسمى طبقة الكهان وطبقة الحكام. هذه المرحلة المهمة جدا في تاريخ البشرية الذي نظمت المجموعات البشرية، أظهرت الطبقية وأظهرت أشخاص، أظهرت الأشخاص اللي معناتها في الطبقة العليا لهم قوة خارقة للعادة، ما يطلق عليهم أنصاف الآلهة أو حتى الآلهة نفسها أو تجلي الآلهة على الأرض، وهي فكرة نجدها جليا في الحضارة السومرية، واتصالهم بالمخلوقات الفضائية وفكرة الفراعنة الرب الأوحد وفكرة اليونان والرومان والأديان القديمة الأوروبية. إلى الآن يعني المعتقدات الأوروبية القديمة كانت عملية تزاوج بين الرب والإنسان الذي أنجبت ما يسمى بالملوك الذي كانوا يحكمون المجموعات البشرية. فالرب الذي يطلق عليه رب هو نفسه، يعني هو نفسه يعني كل أفكار وكل شيء ينطق يعتبر صادر من الرب الأعلى الذي هو يمثله على هذه الأرض. وهذه نجده في كل الحضارات، في آسيا، في الصين، في الهند، وطبعا في كل منطقة في العالم. إلى هذه المرحلة كل شيء سليم. يعني التطور هذا نفهموه، عندنا الأدلة التاريخية متاعه، عندنا الآثار اللي تركها البشر في الكهوف، عندنا الأماكن متاع ما يسمى القبور، كل هذا نجده حتى فيما يسمى بالكتابات الموجودة خاصة في الحضارة السومرية وما بعد السومرية، سواء في الحضارة الفارسية القديمة أو الرومانية أو اليونانية أو الفرعونية، نجد امتزاج ما يسمى فكرة الطبقة الحاكمة على أساس إنها مقدسة. وهنا حبيت نقرأ لكم رسالة صغيرة وصلتني اليوم من عند إحدى الأشخاص. رسالة صغيرة حبيت نقرأها لكم، لحظة. أوكي، سامحوني نظن هذه. يعني هو بحث وأنا اطلعت عليه البحث هذا، يعني هو كتاب لمحالة، جزء من كتاب، ولكن أنا اطلعت على هذه المعلومات، ولا وهي بحث تاريخي مهم جدا
تقول اللي مرسل هذا معناتها الرسالة: أتابع حلقاتك المطولة حول إبراهيم ومداخلات الدكتور المتميزة بالدقة والعمق والحرفية، وأرجو أن يوافق على طلب الصداقة لكي أتواصل معها عبر الفيسبوك. أظن أن الدكتور ما عنده حتى مانع يوافق، وأناقش معه في أمور كثيرة. وما أردت قوله حول إبراهيم الذي هو في الأصل براهما، وهذا أنا ما توصلت إليه وتوصل إليه الكثير، يعني عندما نقوله هوني براهما نقصد إنه من طبقة الكهان، حيث أقمت أكثر من نصف عمري في دراسته، وذلك منذ كنت أدرس في فارسوفيا زمن الثمانينيات، ولما تمتعت بالسكينة والإطمئنان إلا عندما عثرت على إعلان في جريدة اليومانيتي الإنسانية ترجمة نتاعها لكتاب تقول عن أنه البيع بناغ ثاني باهي. الكتاب اسمه Le secret de l'exode de l'origine égyptienne des Hébreux، يعني اسم الكتاب هو سر هجرة العبريين من مصر، اللي كاتبوا فخير روجي، الإخوة روجي ومسعود صباح. لقد طلبت هذا الكتاب من المكتبة الفرنسية بروما التي كانت ممنوعة فيها، وحصلت عليه، وبعد قراءة تغير مفهومي للديانة الشرق الأوسط تماما. فقد اكتشف الإخوان صباح بعد 21 سنة من البحث والتدقيق عبر الحفريات الهيروغرافية والتاريخ والأديان والمقارنة، لأن أخناتون أمنحتب الرابع المنشق عن إله الفرعون أمنحتب الثالث، واسمه يعني أخاناتون أي أنا الروح، آتون قرص الشمس، وعند اغتياله من طرف سهرة آي أبو زوجته نوريتين، خير أتباعه بالرجوع إلى ديانة آمون المتعددة الآلهة، أو الخروج من مصر إلى أرض كنعان التي كانت تحت إدارة الإدارة المصرية. فخرجوا حاملين معهم مومياء أخناتون، وجعلوا له تابوت العهد، ونصبوا له خيمة الرب أينما حلوا، والذي رافقهم في خروجهم هو ابن أي جنرال رامسوس الذي أنجبه را، والذي ينطقه الأوروبيين رمسيس واليهود موشي والعرب موسى، وتحمل اسم الفرعون أي شبه جزيرة سيناء سين أي، وكذلك القبائل في كينيا يسميوه ماس أي. والمثير إن أتباع أخناتون قد تشفروا اسمه ببراهما أبراهام، وتعني راع، هو أبو الأمة المقدسة، وها هي معنتها على معنتها مسألة آمون في الأحياء، يعني قصة آمون في عودة آمون في الأحياء، ونجدها في كلمة هارتيس أي الأرض المقدسة، وهو اسم أكبر شركة للسيارات هيرتز. أرجو أن أكون شاركت ولو قليل عن هذه الإضافة حول ما يسمى قصة إبراهيم. إذن هي حقيقة لو نعود إلى التاريخ نجد أن موسى هو ليس غريب على ما يسمى القصر الفرعوني، هو معناته ربي على حسب حتى التوراة والإنجيل وعلى حسب القرآن أنه ربى في القصر. ولو نعود لإبراهيم نفس الشيء، يعني إبراهيم يعني كان عنده معناتها قربة للعائلة المالكة، يعني هما منهم فيهم، حتى مثلا زردشت كان من الأمراء واعتزل ما يسمى القصر الملكي، يعني لم يكونوا أشخاص بسيطين من الشعب، فهمت؟ وهذه القصة اللي معناتها قريتها لكم يعني ملخص متاعها هي نفس الشيء، يعني عندما نعود احنا الى موسى ومثلا آسيا الذي كانت تعيش في القصر الفرعوني، يعني كلهم منهم فيهم هي عائلة مالكة، وقعوا معاهم خلافات وكل شيء،
ولا تتعارض مع ما يسمى فكرة عدم وجود الخطفهم يعتمد على هذه القصص لكي ينكر وجود الشعب اليهودي، لأن الشعب اليهودي نعرف أنه دخل مصر مع يوسف، يعني على حسب التوراة وعلى حسب الأساطير، لأن الأديان أو ما يسمى الكتب المقدسة، ودائما يقولون لي لماذا مثلا متناقض، مرة تقول إنها مهمة مرة تقول إنها غير مهمة، أقول لكم هي غير مهمة من ناحية القداسة ولكن مهمة من ناحية المعلومات الموروثة، يعني الموروثة اللي فيها اللي نجم قارنوها بما يسمى التاريخ الملموس اللي توا احنا نبعث فيه. إذن فهي لا تتعارض أيضا مع قصة إبراهيم، حيث نعلم أن الأفكار والشعوب تتلاقح من زمن إلى زمن حتى تتكون فكرة واضحة وينسى الماضي البعيد كي لكي نجعل من الحضارة أو القصة الحالية واقع تاريخي جديد، وهذا ليس جديد عن علم التاريخ. إذن في عهد إبراهيم قبل 4000 سنة كانت الملوك والكهان خطين متوازيين يحكمون الشعوب، فهمت، يحكمون الشعوب، و يعني طبقة معينة صغيرة هي اللي تحكم، والباقي هم الحاشية من الأغنياء وأصحاب الأموال وأصحاب الأملاك، والجيش الذي يحمي هذه العائلة التي تمثل فكرة الرب أو الإله، ويفرضون ذلك على الشعوب الأخرى، حيث معنتها هذه معنتها المرحلة كانت معنتها منتشرة في العالم في ذلك الوقت، وحتى بدأت ما يسمى بالإمبراطوريات أو ما يسمى الحضارات تتقارب، خاطر كان كل شعب عنده ربه، فكانت وبدأت توقع الصدمات، ومن هنا بدأت تدخل البشرية ما يسمى في مرحلة المراهقة قبل 4000 سنة تقريبا، بدأت ما يسمى المراهقة البشرية، ونعرف احنا فترة المراهقة وأكيد دكتور يعرفها، إن الطفل في مرحلة المراهقة يريد أن يثبت ذاته، فبدأت الحروب بين الحضارات وفرض ما يسمى آلهة شعب على شعب واستعباد شعوب وغيرها من الأمور التي وقعت في التاريخ، وهذا لا معناتها لا ينكره أحد، وكل حضارة كانت تمتلك الرب الأوحد هو الرب الأعلى، لكن في نفس الوقت مع احترام كل الأرباب الأخرى إلا رب العدو يجب القضاء عليه، أما داخل المملكة أو داخل الحضارة كان هناك الحرية، كما مثلا نلاحظ في مكة قبل أن يأتي محمد كان كل قبيلة كل شخص له الحق أن يضع ربه في الكعبة، وهناك حرية مطلقة، يعني نسمي العصر ما قبل الإسلام إنه عصر الجاهلية، هو فكرة خاطئة أصلا، لأن الحرية التي كانت ليس بين المشركين أنفسهم وإنما مع المشركين والديانات الإبراهيمية ومحمد بحد ذاته عندما جاء بفكرة الرب الذي يدعو إليه، وهي كما قلت السلفية الإبراهيمية، لا أتصور إن منعه أحد أن يدعو لربه، وإنما بدأ المنع عندما قال إن ربه فقط يجب أن يعبد وكل الأرباب الأخرى يجب أن تكسر، وهذا الذي جاء به إبراهيم. إبراهيم لو جاء بفكرة رب خاص به وأعطى الحرية للناس أن يتبعوا ربه ولم يتبعوش ربه، راهو حتى حد ما قال له معناتها علاش، معناتها عندك الحق عندك كامل الحرية. وهذا التحول الكبير الذي وقع عند ما يسمى فكرة الوحدانية في الرب الإبراهيم، وانتقل ما يسمى بالدين الطبيعي أو المعتقد الطبيعي أو التطور الطبيعي للبشرية في المعتقد إلى المعتقد الموجه، المعتقد نجم نقوله، يعني كما نجم نقوله في العصر متاعنا توظيف المعتقد أو الدين من أجل السياسة،
فلهذا تعتبر الحركة الإبراهيمية ليس مجرد معتقد، هي معتقد وسياسة في نفس الوقت، وهذا سوف نراه على حسب الآيات القرآنية التي تبين ذلك بكل وضوح. في هذه المرحلة وقع انحراف عن ما يسمى فكرة الاعتقاد، لأن فكرة الاعتقاد والإيمان والأديان أو ما يسمى المعتقدات قبل كانت هي تساعد الإنسان على تجد له إجابات لما يجول في مخه من أفكار قد تزعجه في مواصلة حياته، مسألة ما بعد الموت، مسألة الخير والشر وغيرها من الأمور، هي عملية تنظيمية. وكانت البراهما أو ما يسمى الكهان كانوا يساعدون البشر في إيجاد حلول وأجوبة مطمئنة، فهمت، لكي تسمح لهم للعيش. ولكن في الفترة هذيك اللي ظهر فيها إبراهيم، هناك طبقة من الكهان الذي احنا قلنا البارح من عهد مانو ومع ما يسمى ظهور الزردشتية بدأ التقارب بين الكهان والملوك. يعني الكهان أو العلماء الدين كانوا قريبين، عن شو مثلا اللي يعبد التوتام ولا في إفريقيا الآن ولا في أستراليا، نلقاو أن دائما هناك سلطة دينية وحدها وهناك سلطة سياسية، والسلطة الدينية تكون قريبة جدا للشعب بينما ما تكونش قريبة للملوك. وهذا المبدأ العهد اللي عملوه البراهما في الفيديين، أنه لا يجب أن يذهبوا للحكام، وهذا نجده حتى في الإسلام عندما يقول إن عالم الدين لا يجب أن يقف عند باب الحاكم، وإنما الحاكم يجب أن يذهب إلى عالم الدين. طبعا هذا الأمر تغير، لأن بدأت تظهر إمبراطوريات، وهذه الإمبراطوريات تحكمها شبه نصف آلهة أو آلهة، ومحتاجة إلى القداسة لكي تسيطر على الشعب وتقمع الشعب وتستغل الشعب لخدمة مصالح. فهناك مجموعة من الكهان لم يجدوا مكانهم قرب ما يسمى الملك، أو لأسباب أو لأخرى أو لاختياراتهم الخاصة، قرروا أن يخلقون فكرة إله جديد بعيد عن فكرة الإله الرسمي المتمثل في الملك. فهي الديانة الإبراهيمية أو حتى الزردشتية هي عبارة على ثورة المحرومين أو المستضعفين أو اللي تحب عليها أنت ضد النظام الرسمي. وطبعا لا يمكن لهم أن يقومون بثورة بنفس الأسلوب، يجب يجيبوا فكرة أقوى، وهي ما يسمى بالإله الغيبي، بالإله الذي وراء السماء، بالإله الذي لا يمثل لا في صنم ولا في ملك. وطبعا هذه الفكرة وجدت يعني قبول كبير مع الوقت، طبعا مع الوقت، أما في الأول لا، في الأول كانت محصورة في عائلة معينة وكان فكرها أكثر قومي. فهؤلاء استغلوا معرفتهم للتوجه للشعوب والطبقات الدنيا، وبدأ يطلق عليها الثورة الشعبية ضد الملوك الذي ينصبون أنفسهم أربابا، فهمت، ينصبون أنفسهم أربابا أو أنصاف آلهة، أي عبارة على ثورة شعبية في الطبقة السفلى لإسقاط الطبقة العليا. وطبعا هذا لا يمكن أن يكون إلا بفكرة رب مستقل عن البشر، رب ليس له علاقة معناتها بالملوك اللي موجودين، رب جديد. وهذا كما قلت لكم قام به ما يسمى زردشت بإتيانه بفكرة الوحي، ما يسمى بالوحي. والديانة الزردشتية ما هي إلا تخمينات شخصية لشخصية زردشت الداخلية، رغم أن الديانة الزردشتية هي ديانة قريبة جدا راهي من الديانة اليهودية في مفهوم الشعب الله المختار، لأن الزردشتية يعني تقول هي ديانة فارس، والفرس يجب أن يحكموا كل العالم. يعني عندهم كما قلت لكم قبل، كانت كل إله، كل شعب عنده الإله متاعه، ويحب يفرض الألوهية متاع الإله متاعه، ليس يفرض الألوهية متاع، يفرض الشعب الذي يؤمن بذلك الإله
إلى الشعوب العالم كمان بعد أخذت منهم ما يسمى باليهودية بما هي فكرة شعب الله المختار. وتبعوا في ذلك إبراهيم في فكرة الرب الإبراهيمي، وهذا ما سوف نعرفه هنا في المسألة هذه. مش نشوف شنو النقط المهمة في الرب الإبراهيمي. إذن هنا وصلنا إلى القرآن، وصلنا إلى القرآن لكي نفهم قصة إبراهيم كما جاءت في القرآن، الذي هي خليط من الكتب القديمة الموروثة الكلامية سواء في التوراة سواء في الإنجيل أو في معناتها في كتب أخرى، أو ما يسمى بالموروث الكلامي، وما في القرآن سوف معناتها ما هو موجود في القرآن يعبر على مرحلة مهمة جدا، ما يسمى اجتماع منطقة ما يسمى الحجاز لمعتقدات كثيرة، منها معتقدات سواء فارسية أو انشقاقات على الزردشتية أو المنوية، وانشقاقات على المسيحية، وانشقاقات على اليهودية، الذي التقت في منطقة واحدة مع ما يسمى الفكر الإبراهيمي، ما يسمى بالحنفية وغيرها، وكثرة ما يسمى علماء الأديان في تلك المنطقة، أدت إلى ظهور هذه الأفكار في القرآن. عندما نجي ونقرأ مثلا الآية القرآنية الذي تتكلم هنا على إبراهيم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. فكرة أن الملك كان أرباب، فكرة أن الملك كان رب. وهنا قصة نمرود، طبعا نمرود ما نشوف ندخل في التفاصيل متاعها، لأن كلمة نمرود هنا غير مذكورة وأنا مذكورة في الأحاديث، والذي يعود بعض المؤرخين نمرود إلى نمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح. عند اليهود نلقاه اختلاف معناته في مسألة النسب، أنه يعود إلى ابن نوح ولكن إلى حام وليس إلى سام، رغم أن في المصادر الإسلامية نجد خلاف في المسألة هذه. إذن هنا معناتها وصول إبراهيم أن يحكي مع نمرود، يعني هو قريب للعائلة المالكة، ما هوش إنسان يعني من الشعب من الشعب. هنا معناتها نفهمه وتنجيه قارنه معناتها التاريخ، نفهمه اللي المسألة ما هيش مسألة صدفة، فهمت؟ مش لأنه قام بثورة وكذا وكذا وكذا، قام بثورة احنا نعرف الملوك هذو ما يحكيوش حتى معاك، يعدموك ديركت، فهمت؟ يعني لولا القرابة فهمت والقرب للعرش الملكي لما كان هذا الشيء، وإحنا نعرفه باهي. هما يقولوا نمرود هو معنت المسلمين ملك بابل، لكن ما فماش دليل، ما عندناش دليل وما نجمناش نقارنه شكون هو نمرود. يمكن البعض قام ببعض المحاولات. إحنا اللي حشدنا في هذه الفكرة القرآنية، حيث نرجع للمسألة اللي معنت بقية الآية هنا، وقت يقول معنتها إبراهيم النمرود ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، يعني أنا رب، فهمت كيف ربك، فهمت؟ بقية الآية قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا هون القرآن يعني أكيد هذه الآية من عرش كان وقعت ولا، وما عنديش علم هل هي موجودة في التوراة أو لا. المهم هي فكرة صبيانية، فهمت؟ يعني هل كلام مثل هذا، فهمت؟ الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، يعني نجم يقول له ويا به يقول ربك يجيبها من المغرب، قل له يجيبها الآن، طيب نؤمن بربك. يعني إنسان عاقل، فهمت؟ يقول هذا الكلام، يعني هذا نمرود اللي معناته معروف حسب معناته وصفهم ليه وقوته، اللي قال أنا أحي ويميت، بش يوحل ويبهت في رد إبراهيم. لكن هون نلاحظ أن إبراهيم في هذه معناته القصة زعما يستعمل أسلوب المحاجات أو ما يسمى بالتفكير المنطقي، وهو ليس لا تفكير منطقي ولا شيء، هو فكر صبياني. الآية الثانية وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي
قال فخذ 4 من الطير فسرهن إليك ثم أجعل على كل جبل منهن جزءا ثم أدعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. طبعا هنا ما نش بش ندخل في هذه النقطة، هذه حبيت نركز أن إبراهيم كان يعرف السحر، وهذه طبيعة لكل براهمة أنهم يعرفون السحر. طبعا قصة النار اللي تحرق اللي ترمى فيها وما تحرقش، نمشوا على حسب المنطق القرآني. فكرة أن إبراهيم كان يعرف السحر، وأن هذه الآية معناتها يطلب فيها من الله أن يعلمه كيف يحيي الموتى. طبعا القصة ما نش نذكر المصادر خارج القرآن، حيث يقال أن إبراهيم بعد أن خرج من عند نمرود معناتها تأثر بفكرة أن نمرود قال له أنا أحيي ويميت، فطلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى. وهذه معناتها قصة من القصات، يعني أنها تأثر بنمرود. البعض يقول لك أنه خرج وجد حمارا ميتا وأكلته الطير وتنهش فيه الطير، فقال ولم يبقى إلا العظام، فقال كيف الله يجمع هذه العظام ويجمع هذه الأجسام من بيوت الطير. فما رواية أخرى تقول أنه مر بقرب بحر وجد سمكة نصفها في الماء ونصفها في البر، والسمك يأكل منها وطيور البر أو ما يسمى حيوانات البر يأكلوا منها. فسأل هذا السؤال إلى الله وطلب منه أن يعلمه أو أن يريه كيف يحيي الموتى. القصص كثيرة موجودة في القرآن، فقالوا معنى أجمع 4 من الطير، باهي فما اللي يقول لك الديك والغراب والطاوس والحمام، فما اللي يقول لك لا 4 حمامات. المهم فمعنتها الآية شو تقول؟ فسرهن إليك، يعني هنا اختلفوا في فكرة سرهن، يعني اجبدهم ليك أو قسمهم كل واحد قسمه إلى 4 أجزاء ثم حط كل واحد في جبل وعيط لهم تويجوا. يعني معنتها حقيقة فهمت كلام صبياني لا يمكن معنتها. توا إبراهيم اللي هو مؤمن بالله ومؤمن بكذا، يعني واللي معنتها الله يعتبره خليل، يعني خليل تعرف شو معناها فكرة خليل، يعني قريب. وللملاحظ فكرة خليل، خليل يعني هذه موجودة حتى في الفيدية، فكرة خليل إن الإنسان يتخذ نفسه خليلا، فهمت؟ يعني نفس الفكرة، يعني لماذا اختير اسم خليل لإبراهيم؟ يعني هذا معناته يدل على أن مرحلة من مرحلة البراهما باش يوصل إلى مرحلة المعرفة أنه يتخذ نفسه خليل. هذه معناته الفكرة لاحظتها كملاحظة. وطبعا يعني هذه القصة متاع الطير وغيرها من القصص الأخرى أنها تدل على أنه هو براهما. النقطة الثالثة التي جدا مهمة هي فكرة أن إبراهيم اللي لاحظوا في القرآن لم يكن متوجه للبشر، يعني كل ما يحكي مع الله ما يموش في البشر. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم من بعض والله سميع عليم. يعني لاحظوا أن كل هم إبراهيم هو العائلة متاعه، فهمت؟ يعني ما كانش يهمه الشعوب الأخرى. وشوف مثلا هذه الآية اللي هي غريبة جدا، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، طبعا هوني المسلمين يقول لك آزر هو عمه، والعادة عند العرب إنهم ينادون للعم أب، فهمت؟ وهذه مشكلة عند الشيعة، لأن الشيعة لا يمكن أن يكون أبوه آزر واتخذ أصناما إلها، خطر عند الشيعة الأنبياء أباهم مؤمنين، مثلا عبد المطلب فهمت، معناتها محمد فهمت، محمد أبوه يعتبر مسلم ما يعتبرش كافر، عبد الله فهمت. ويعني خطر فما آية تقول ونرى تقلبكم في الساجدين، تقلبكم في الساجدين، يعني دائما أبو النبي يجب أن يكون مؤمن. ولهذا الشيعة أيضا يتفقون مع السنة أن آزر ليس أبوه بل هو عمه، لأنه لا يعقل
معناتها إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكن من الموقنين. فلم بعد يعني أصبر هذه أي فوالا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا من قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب العافلين. هذه باش ننجح. إذن اللي لاحظوه أن المسألة متاع الدعوة الإبراهيمية كانت لقومه، تنعود نرجعوا لها، فأنت يعني فكرة ما يسمى أن إبراهيم أفضل من كل البشر، قوم إبراهيم أولاد إبراهيم نجدها عند الشيعة ما يسمى أهل البيت، فهمت؟ أهل البيت أو مثلا نجدها عند اليهود شعب الله المختار اللي هما أفضل من أفضل من الناس الكل، وإنهم فقط لهم الحق التبليغ عن الله، وكل إله غير إله إبراهيم وكل من يدعي غير إله إبراهيم يعتبر كاذب، ومعنته يعتبر ليس على حق، وإنما الرب الإبراهيمي هو الحقيقة الوحدانية الوحيدة الذي يجب أن يؤمن بها كل البشر. إذن هذه نقطة جدا مهمة. طبعا نكمله. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الأفلين. هنا يدل على أن في قوم إبراهيم كان هناك تعدد الأديان، طبعا ليس عبادة الأصنام فقط، حيث كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب والأصنام. وهنا نفهم الحرية الدينية التي كانت موجودة، وجاء إبراهيم لكي يعمل ثورة ضد هذه الحرية وفرض شخصية ربه فقط وشخصية رب إبراهيم. فهمت؟ يعني هذه يعني تحول كبير جدا في المسيرة التاريخية، لم تقع في التاريخ إن واحد يجيب الرب متاعه ويفرضه على الأخرين. فهمت؟ وأن يعني نجم نؤمن مثلا عند البراهما أو عند الفيديين، يعني هناك رب أعلى ورب أقل ورب أقل ورب أقل، ولكن يمنع البراهمية لأن يعتبرون الأرباب، فما حتى قولة صوفية تقول إن عدد فهم الله بعدد أنفس الخلائق. فهمت؟ ما نعرفش حديث معناتها قول مقدس أو شيء، أما هي قولا ذكرها. إذن معناتها عبارة على فكرة الرب الأولى البشرية الذي بدأت قبل الكلام، هي مسألة شخصية ليس مسألة جماعية، واستعمال فكرة الرب كمسألة جماعية هي فكرة سياسية، واستعمال إبراهيم لهذه الفكرة والدعوة إلى ما يسمى رب الأرباب أو الرب الذي ما وراء الحجب هي فكرة، هي تعتبر ثورة ضد الحكومات الموجودة، وعبارة على ما يسمى احنا هوني الأحزاب السياسية الدينية. به نقطة أخيرا عود نرجع لها على مسألة القومية. القومية هذه جدا مهمة. فهمت؟ هذه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له إنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. باهي هنا يعني يقول لك إنه عد بش، يعني معناتها الخلاف اللي خلقه إبراهيم إنه عندما أخوك أبوك مرتك ولدك ما يتبعش دينك لازمك تقطعه. هذه مسألة جدا مهمة، وهي فكرة جدا خطيرة، وهي الذي سببت الحروب الموجودة من عهد إبراهيم، من ظهور اليهود إلى المسيح إلى الإسلام، الذي رسخ الفكر الإبراهيمي الأصلي الذي لا يؤمن بالتعدد، لا يؤمن بالتعدد، ما يعرفش حاجة اسمها تعدد، وإن من يخالفك الفكرة يجب أن يكون عدو لدود لك. ولكن في نفس الوقت الفكر ما يسمى الإبراهيمي نجد ما يسمى بالفكر القومي العائلي الضيق،
فهمت؟ وهذا نجده كثير في التوراة طبعا وفي القرآن وفي كل شيء. وإذ قال إبراهيم رب أجعل هذا البلد آمنا فهمت وانجبني وبني وأجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني هوني دعوة عائلية بحتة فهمت؟ يعني ميهموش في الأخرين، الأخرين لازمهم يطيعوا عائلة إبراهيم. فما آية أخرى زادة تقول على لا هذه الله إيه لا هوني مع بقية الآية يقول لك ومن ضل منهم يعني من عصى فإن الله غفور رحيم. يعني أولاده خاطر نعرف إبراهيم ما جابش أولاد، ومن بعد حكاية وقعت حكاية هاجر وجاب منها إسماعيل على حسب طبعا الأسطورة ما عندناش حتى دليل، وحكاية سارة أخته ولا بتخوه ولا حاجة، خطر مسألة مثلا الزواج الأقارب كانت موجودة في ذلك الوقت عادي فهمت، يعني ما هيش حاجة غريبة. وعند اليهود اليوم بنت معناتها البنت تنجم تتزوج خالها وتنجم عندها الحق تتزوج خالها، عند اليهود موجود ما يسمى زواج الخال، بينما عند المسيحيين يحرمون كل شيء، وعند المسلمين يزوجون بنت العم وبنت الخالة والخالة. إذن هنا هذه فكرة نلقاها حتى عند التشيع، يقول لك لا تسبوا أهل البيت، فإن كان مؤمن فلإيمانه وإن كان كافر فلمحمد لأنه من أهل البيت. يعني يسمحون لنفسهم ما لا يسمحون لغيرهم. آية أخرى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم مما حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. يعني شوف معناتها في سورة البقرة يقول وفضلنا آل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يعني هناك طبقية يعني خلقها إبراهيم لعائلته للعائلة متاعه لنسله فقط، وكون ذلك الفكرة في تلك المنطقة على أساس أنه يجعل العائلة متاعه، هذه نفس الفكرة اللي نجدها عند الشيعة طبعا ونجدها مترسخة عند ما يسمى باليهود وحتى في الإسلام. لو ننظر إلى الإسلام من قرب يعني الفكر الإبراهيمي أنا نشوف أكثر تمثيل له هو الفكر الإسلامي. لماذا؟ عندما يقول لك الخلافة إلا في قريش، أو عندما نجد الشيعة أنهم يحسرون الخلافة في أهل البيت إلا في أولاد علي وفاطمة، غيرهم لا يحق لهم، احنا قصر الباقي الكل قصر، هما فقط انهم يحكموا. يعني تصور يزيشي منع الحريات وفرض اله واحد، اله مزاجي باتم معنى الكلمه، يعني يمثل شخصيه ابراهيم ماذا يحب وماذا يكره. يعني هو نظر في النجوم اغزر معناتها عندما يقول فأنا لا أحب الآفلين، شيمني في ربك أنا تحب الآفلين ولا ما تحبش الآفلين؟ يا سيدي أنا ربي نحبه يافل، حبه يمشي على روحه يخليني يرتحني شوي. أنت لا تحب رب ديما يحس عليك ديما يغزر، تحب رب ما تلمسه حتى حدود ما يرتاحش، تحب رب يراقبك يوما نهارا. يعني الرب متاعك الشخصية متاعك أنت فرضتها على ما يسمى هذاك. علاش انا اعتبر ان ابراهيم فما سبينوزا ما نعرفش دكتور كان قريت له الكتاب نتاع لي تخواز امبوستور، يعني الثلاثه القلابه او ما يسمى الثلاثه المتحيلين فهمت، موسى وعيسى ومحمد. في الحقيقه موسى وعيسى ومحمد هما جاوا لكي يرسخون بالفعل الفكر الإبراهيمي. وهذاك علاش انتم بعضكم تتسألوا يقول لك علاش معناتها علاش الأنبياء كلهم من بني إسرائيل، لأن ظهور ما يسمى الديانة الإبراهيمية أو الإيديولوجية الإبراهيمية في تلك المنطقة واحتكرت المعارف واغتنمت الفرصة وظهور حروب بين الشعوب وكل شيء، و
ظهورها من جديد فما خنسة متاع إبراهيم، يعني إبراهيم معتمد، فقد فترة معينة يعني عدة قرون لم نسمع شيء. في تلك المرحلة متاع عدة قرون ماذا وقع؟ وقع نسيان هذا التاريخ كله متاع سومر ومتاع كل شيء. يعني الشعوب وقتها كانت في فترة مراهقة، ووقعت كثير من الحروب، وتم نسيان التراث والذاكرة البشرية. فأولاد إبراهيم توارثوا ذلك العلم أب عن جد مدة طويلة، حتى جاء في وقت موسى وبدأت هذه الأفكار تعود من جديد لما يسمى الموروث الكلامي الذي تناقلوه، وتمت إعادة تجسيد فكرة إبراهيم. وهنا نشوفه في الآية هذه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني. هذا على أبوه. ثم آية أخيرة: وقلنا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا من ذرياتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدي وكثيرا منهم فاسقون. وهذه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا هو التوحيد الإبراهيمي. ليس رغم اللي في كل البحوثات عندما تجي تقرأ تلقى أن مسألة التوحيد هي خاصة بإبراهيم، لا، ليس صحيح. فكرة التوحيد هي الإله الإبراهيمي هو إله غير طبيعي، مش طبيعي، هو إله مصطنع عن طريق فترة معينة، ثم عاد ظهر على شكل ما يسمى الديانة اليهودية، ما يسمى بشعب الله المختار كما قريت لكم، اللي هي داخل العائلة المالكة الفرعونية على حسب بحوثات علمية تؤكد هذه المسألة. ثم ولا يعني أنه ليس موجود الشعب العبري، بل موجود الشعب العبري، والآن دراسات الأدهان اكتشفنا أن هناك تقارب، لأن الحضارة الفرعونية كانت تجمع النوبة وكانت تجمع الأمازيغ، حتى الجيوش الفرعونية تلاحظ فما كل جيش لطبقة معينة، عندك مثلا الطبقة الأمازيغية وطبقة النوبة وطبقة آسيا، الجيش الآسيوي والجيش طبعا المصري. إذن فكانت هناك حرية وهناك تفتح وهناك نجم نقول عولمة. لكن إبراهيم جاب عمل هذه الفكرة وتورثها أولاده، من بعد خرجت على شكل موسى، ما يسمى موسى، ومن بعد خرجت على شكل عيسى، ثم خرجت على شكل محمد الذي جاء ووحد هذه الأفكار كلها، وأظهر الفكر الإبراهيمي على أساس إن لا إله إلا الله فقط، وفضلنا آل إبراهيم وآل عمران على العالمين. حتى مثلا في الصلوات مثلا عند السنة: اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. إذن هذه هي معناتها الخلاصة نتاع إبراهيم. هو حول المعتقد إلى سياسة لمصلحة شعب معين، يعني يعصر يزيشي تحويل، يعني سيس المعتقد، نسبه لنفسه، اجعل عائلته هما الملوك وهما رب الأنبياء، فهمت؟ ويحب يفرض روحه هو اللي يحكم في هذا العالم. ومن هنا خرجت الصهيونية والماسونية وفهمت ومتاع الهيكل والحركات السرية وكل ما يسمى الحركات التي تريد أن تحكم العالم تحت سلطة واحدة كما رأي. شكرا لكم على الصبر لسماعي. فلهذا أنا أعتبر إبراهيم والفكر الإبراهيمي والديانات الإبراهيمية وما يتبعها من أحزاب سياسية موجودة الآن وجماعات سرية وغيرها وغيرها وغيرها، من فاتيكان، من فهمت كل هذوم المناطق، هذوم القم، نجف، الأزهر، الفاتيكان، كل هذوم المناطق، هذوم مناطق خطيرين جدا على البشرية. فلهذا لا يمكن أن نقضي عليهم إلا بحالة واحدة، هو خلق معتقد فردي. يا سيدي يكون مسلم ولكن لا تتبع أي إيمان، كون مسيحي وما تتبع حتى قصيس مسيحي،
كن يهودي وما تتبع حتى قسيس يهودي وما تدخلش في اللعبة متاعهم الذي يلعبون بها لكي يشكلون بها الحروب ويقومون بها بالمشاكل اللي نشوفها في العالم منذ أكثر من 4000 سنة. شكرا، أذكر الربط ولكم الكلمة والسؤالات. طبعا 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 بعد هو اليهودية رأوا قبل السبي وبعد السبي تغيرت كليا. مردوخ يعني توام، أنا نمشي لإسرائيل بقيت متعجب يقولوا مردوخ، فهمت؟ قولوا مردوخ. إذن أنا ما عنديش حتى مشكلة أي دين، أي واحد يقول لي أنا مثلا مسلم مسلمة ما تبع حد، افهم الإسلام كيما تحبوا أنت، افهموا كيما تحبوا أنت ما تبع حتى رب واحد، فهمت؟ طبعا طبعا هو ذاك هي فكرة إبراهيم، فهمت؟ لأنه انحرف على المذهب الإبراهيمي. بداية الدين اليهودي لم يكن دين توحيدي بل كان دين تفريدي، كان يفضل إله يهوى إله السماء ولكنه يعترف باقي آلهة، ولكن اتخذ من إله هو إله القوم لهم، وفيما بعد تحول إلى فكرة التوحيد التي تنفي تعدد الآلهة. طبعا 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 خاطر فما فرق من بين الشيعة واليهود، لديهم تفكير عبيد لا يختلفون عن هذا. نفس الشيء الشيعة واليهود كيف كيف، وعندما نقول الشيعة نقول خاصة فهمت أهل البيت، فهمت؟ لماذا هناك مدن داخل الإسلام تحول لغتها للعربية؟ لأنهم حافظوا عليها، حافظوا عليها أول حاجة، لأنهم حافظوا عليها رغم أنهم مثلا توا الفرس يعني فتحت في أول عهد الإسلام، في أول عهد الإسلام، لكن مناطق كبيرة من مناطق فارس أصبحت تتكلم العربية، يعني العراق تقريبا، فهمت؟ العراق وجزء من العراق وكذا، حتى منطقة المنطقة الشرقية متاع الجزيرة العربية، الإمارات، فهمت؟ كانوا فارسيين ولا عرب، فهمت؟ خاطر كانوا قريبين من الغزو الإسلامي، فهمت؟ من ما يسمى الجزيرة العربية، ما فكرة توحيد العرب. فما تنساش أن العرب الأوائل أول حاجة يعني فرضوا، مش هما منعوا حتى اللغات العربية المختلفة عليهم في الجزيرة العربية، يعني أهل اليمن كانت عندهم عربية أخرى، كما يقال يعني قريت يعني أنها اللغات العربية أو اللهجات العربية اللي كانت في الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت بالعشرات، إلى درجة إن لا نفرق، معناتها نعتبر إن الله بين اللهجة واللهجة لغة أخرى، ولكن الإسلام قضى لم يفرض إلا لغة محمد ولغة قريش على كل اللغات الأخرى، فهمت؟ ووقعت بالحديد والنار، ووقعت بالحديد والنار. يعني بالنسبة للأمازيغ، الأمازيغ من طبعهم أنهم يمتصون الغازي. أي واحد عبر التاريخ، قدش من واحدة احتلنا؟ مليار واحد احتلنا. اللي يحتلنا نتعلموا لغته ونتعلموا عاداته ونتعلموا تقاليده ونتعلموا كل شيء. احنا طبيعتنا ذاك، خاطر احنا الأمازيغ ما عناش مفهوم الدولة، ما عناش مفهوم الدولة وما عناش مفهوم الغازو، فهمت؟ ما عناش هذه الفكرة. إذن هما حافظوا على لغتهم وحافظوا على، ورغم هذاك الشيء احنا ما عندنا لغتنا توا يعني كلها أمازيغية، عاداتنا أمازيغية وكل شيء أمازيغية، انا ما نشوفش مشكلة اللغة بحد ذاتها، فهمت؟ يعني الهوية لا تقتصر الا على اللغة. اعتقد ان في هذا الزمن لا يمكننا الخروج من دائرة الأديان لان السياسات العالمية تتغذى من الخرافات. طبعا 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 السياسة العالمية الحالية هي الذي تدعم هذاك. علاش انا قلت لك لا يمكن، لا يمكن حتى الكنيسه الذي تم قضاء عليها باسم العلمانيه وباسم الانفتاح وكل شيء، الان عادوا لتنظيمها، عادوا لتنظيمها، يعني هي نفسها توا اصبحت يعني مدعومه من السياسه. السياسي ولا يمشي للكنيسه لكي يكسب الاصوات، لماذا؟
فهمت؟ لأن الكل هذا هو الفكر الإبراهيمي. المشكلة أوروبا الآن تحكم بالفكر الإبراهيمي، يعني الفكر الإبراهيمي لم يسببنا إلا المشاكل فقط على عبر التاريخ، فهمت؟ حلقة البارحة روعة وغنية بالمعلومات، حلقة اليوم ما هيش روعة وما هيش غنية بالمعلومات، مش مشكلة، فهمت؟ كل يوم ويوم. الثورة لم يكتبها، الثورة لم يكتبها، موسى كتبها، عزرا والإنجيل كتبها، شول والقرآن كتبه أطول به. أوكي، مش مشكلة، عندك مشكلة؟ التوراة كتبها بطيخ، والإنجيل كتبها دلاع، والقرآن كتبه ما نعرفش عنوبة، وش نوع غير؟ العراق قبل دخول الإسلام كان متنوع عرقين ودينياً، الجو العربي، الجود العربي دينياً، الجود العربي بالعراق قبل الفتوحات الإسلامية كان أذرة وعاصمة الحيرة، وقبلها مملكة الحضر، وقبلها مملكة النسان، مملكة العربية تبع الفرس. طبعاً طبعاً كانت خليط من الحضارات التنوع، وفهمت يعني هذيك المنطقة جداً غنية، منطقة العراق في الحقيقة. العراق من المناطق الغنية جداً، بل كل مناطقنا راهي غنية مع الأسف. أصبحنا الآن أسفل السافلين. اوكي، محب حد يطلع. المهم يعني خلاصة الفكرة ان الديانة الإبراهيمية هي مثل الحركات السياسية اللي ظهرت تو، يعني ظهور الدين اليهودي او الدين المسيحي او الدين الإسلامي هي ثورة سياسية واستغلال المعتقد، لا هدفها لا هداية البشر ولا الجنة ولا. أستاذ، تسمية الأمازيغ تسمية حديثة أم تسمية قديمة؟ الأمازيغ فهمت في الرواية متاعهم يعني الكلامية وكل شيء يسميوا رواحهم أمازيغ، ولكن لم تستعمل هذه، كانوا دائما يطلق عليهم البربر، فهمت؟ دائما يطلق عليهم البربر، فهمت؟ وهما كانوا معناتها كما نقولوا احنا، هما ما يسميوش رواحهم بربر، أما ديما يسميوهم بربر، فكانوا يستعملون كلمة بربر باش يفهموهم العباد اللي هما ما همش عرب ولا ما همش رومان، فهمت؟ ولكن استعمالها أمازيغ يعني الآن بطريقة علنية وبطريقة واضحة عند الأمازيغ، تعرفش معناها الأمازيغ؟ الأمازيغ هو مالك الأرض، الإنسان الحر مالك الأرض. فكان مثلا نضرب لك مثال، قبل الإسلام يعني قبل 1000 سنة قبل الفينيقيين، فهمت؟ عندما نرجع للتاريخ نلقاو أن كل من هو مالك الأرض في شمال إفريقيا يطلق عليه أمازيغي، وكل من هو لا يملك الأرض مثلا من العبيد أو من أي شعب يعني يعني يكفي الشخص أنه يملك أرض يصبح أمازيغي، هو مفهوم ايضا انسان حر، فهمت؟ وحطها في بالك، الامازيغ راهو ما همش شعب، يعني خطا القول ان الامازيغ شعب واحد، فهمت؟ صحيح جمعتهم منطقه واحده، ولكن عندنا معناتها كيما نقولوا اختلافات كبيره جدا، يعني هذاك علاش توا معناتها مقسمه، يعني فما مثلا الى الريافه، السواسه، الجبال، القبائل الشاويه، فهمت؟ ولكن كانوا مقسمين إلى حلفين، ما يسمى بالحلف الشرقي والحلف الغربي، لكن تجمعهم حاجة واحدة هي زول. تجمعنا، أهلا وسهلا، أهلا دكتور. أخي كريم، عندي مشكلة في فهم الوعي البشري وتمييزه عن الوعي الحيواني برغم أنه شيء غير ملموس. هذا موضوع احنا تو نحكيه على إبراهيم، خليه قيدوه، فهمت؟ تو نحكيه فيه، فهمت؟ أنت موجود في المجموعة؟ الوعي معناتها باش نلخص لك، الوعي الحيواني هو أكثر وعي طبيعي،
فهمت؟ وعي غريزي طبيعي. الوعي الإنساني هو وعي أكثر اختياري، فهمت؟ يعني الإنسان في تصرفاته هو أكثر وعي من الحيوان، أما هو كله وعي. سمعت أن إبراهيم الخليل تقى الملك سالم، من هو الملك سالم؟ وهذا ما يتكلم عن التاريخ. الملك سالم، شكون هذا الملك سالم؟ تعرفه دكتور؟ No. عمري ما سمعت به. لا، ملك سالم عمري ما سمعت به. هو التقى في بالك اللي إبراهيم قام بحروب دكتور؟ في بالك اللي إبراهيم قام بحرب؟ هو لا ما قام بحرب، ولكن في منع لوط لما راح لها ليرجع لوط بلا مع الملك ملك عيلام بهاي الوقت فقط، يعني ذكر عن انه طلع وحارب فقط، ولا حروب بمعنى الحروب لا، ما يعني ما لا يعني قاد معركة، قاد معركة اقصد، فهمت؟ يعني بالمفهوم اللي نحن بنعرفه لا، يعني بالمفهوم اللي احنا بنعرفه لا. الثورات بالفعل فلاديمير كانت هناك، ما تنساش ما يسمى بالحضارة البونيقية. الحضارة البونيقية هي تسبق الحضارة القرطاجانية، وهي اسم وأطلق عليها إلى الآن موجود ما يسمى ميناء، الميناء البونيقي القديم في تونس بحض سيدي بوسعيد، وهو قديم جدا. الحضارة البونيقية الذي امتدت يعني على كل السواحل التونسية ما يسمى حضارة البحار، كانت لها علاقة كبيرة جدا مع فينيقيا، وكان هناك تزاوج من بين ما يسمى هي الحضارة البونيقية. ما هي؟ هي خليط من الفينيقيين والأمازيغ، فهمت؟ هما خليط من الأمازيغ والفينيقيين، وكونوا حضارة جدا كبيرة، وكانت مرفأ جدا مهم نحو كل البحر الأبيض المتوسط. يعني شيء طبيعي، يعني حتى أنها أخيرا ما عندهاش فترة اكتشفوا باخرة، فهمت؟ فينيقية كانت يعني تحمل الآلهة الفينيقية إلى منطقة تونس، فهمت؟ قلت قبل شوية أنه اسمح لي كريم، بس بدي أذكر بشيء بيتعلق فيني أحد الأصدقاء اللي قرأت النص لإلها. أنا يعني في عادي عندي الكل اللي عم يسمعني هون، أنا بتشرف بالجميع أكيد، ووجودهم على صفحتي هو شرف كبير لإلي، بس أنا عندي عادة إنه الأسماء المستعارة ما بقبلها، يعني بغض النظر مهما كان المحتوى، إلا إذا صاحب الحساب بعت لي رسالة وعرف بنفسه، يعرف بنفسه وأنا بناء عليه بوافق. فبتمنى من الصديقة اللي قالت لك انه هي بعتتي طلب صداقة، بتمنى انه ما يكون حسابها باسم مستعار، هي اول شغلة، او يكون حساب جديد، يعني اذا كان حساب جديد كمان ما بقدر، بس تبعت لي رسالة، او اي حدا يطلب صداقتي بتمنى بس يبعت رسالة انه انا فلان، يعني يعرف عن نفسه بسطور بسيطة بس، وانا اكيد رح وافق. يعني في ناس بعد طلبات صداقة بتعرف انت انه خلص، لانه مجرد انه هي موجودة على صفحتك او انا، او ليكون عندهم ناس كثير وكذا. هاي اول شغلة. الشغلة الثانية طبعا بتمنى اعرف اسمها، تبعت لي اياها الاسم مشان انا ابعث لك كل شيء يا دكتور، يعني كون طالبة منها. اوكي انا ابعث لك. انت وعم تحكي فذكرت عبارة انه الملوك والكهان كانوا يسيطرون على الشعوب، وهذا الكلام صحيح. حتى بعض الملوك أو الملوك كانوا يعتبروا كهان هن بحد ذاته. في بدي استغل الفرصة هون وبدي أنصح اللي عم يسمعونا بكتاب اسمه الغصن الذهبي، كتاب اسمه الغصن الذهبي.
هذا الكتاب للكاتب اسمه جيمس فريزر، حوالي 1000 صفحة، يعني حوالي 1000 صفحة، ولكن كتاب غني جدا جدا. يعني كل العادات والتقاليد الاجتماعية الدينية والطقوس واللي مرت فيها البشرية، حاول جيمس فريزر أنه يجمعها بهذا الكتاب. بداية التحريم، كيف صار التحريم، موجود بالعربي العبادات دكتور؟ طبعا طبعا ما موجود PDF بالعربي وموجود بالمكتبات، يعني اوكي، كتاب لو عندك وكتاب بي دي اف، رائع جدا. لو عندك بي دي اف لا تبخل به، انا رغم اللي عندي اكثر من 40 كتاب لازمني نقراه، فهمت؟ ما ابعثه اوكي لي. هلا انا بشوف لك اياه. ايه هو كتاب يفضل ان يكون مرجع كريم، مرجع عند كل واحد من الناس اي اللي لازم بيهتم بهيدي القضايا، يعني انا ايه يعني اللي عنده اهتمام بالعلم الاجتماعي البشري او بهيدي الامور او الطقوس كيف نشأت او يتعرف على هيدي الطقوس، كثير جيد انه يكون عنده هيدا الكتاب كمرجع، لانه انت اذا بدك تقرا، يعني طبعا هو قلت لك شيء 1000 1000 شوي صفحه، يعني اوكي، كثير جيد انه يكون موجود. نعم للعلم معناتها نقاطعك شويه دكتور، انا قاعد نحضر في ربط او نحطه على الغنوصيه يعني قريبا، عملت في معناتها مكان في الموقع بتاعي، هناك تقريبا قاعد نقسم، عندي اكثر من 1000 كتاب مهم في جميع المواضيع نقسم فيهم، فهمت؟ وكل كتاب يعني قريته نعطي المعلومه عليه، فهمت يعني شنو مهم؟ هذوما الكتب اللي قريتهم برك، آه. وباش نحطهم على الموقع بتاع الغنوصيه، في اي مجال انت تحب فيه تلقى الكتب الام المصادر، مش الكلام بتاع كل يعاود كلام وعاود كلام، لا نختار كل الكتب المصادر فقط اللي هما يعتبروا، خاطر كان باش تقرا اي واحد عامل تحليل او باش تدخل بعض، اما فما كتب اسمهم المصادر بتاع الكتب، ام الكتب. شكرا لكم. تمام. بحب نسألك هو سؤال في دكتور، بدي دكتور تفضل. حبيت نسألك سؤال على، أنت البارح ذكرت كتاب الموتى الفرعوني. كتاب الموتى الفرعوني أنا اطلعت عليه في المكتبة الفرنسية معناتها في فرنسا، والبارح عندما قلت لي معناتها قلت يمكن موجود بالعربي، لقيته بالعربي، أما لقيته ما عنده حتى علاقة بالكتاب اللي قرأته. يعني قرأت منه تقريبا 40 صفحة، الكل دعاء 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 دعاء، يعني مش نفس الكتاب اللي قرأته بالفرنسية. هل الترجمة هذيك حرفية أم جزء من الترجمة؟ كتاب الموتى، طيب انا هلا راح اشوف لك كتاب الموتى هو لمين، لقيته، أنا يعني لقيته مين فيه 300 مترجمه. صفحة، بينما كتاب الموتى الأصلي فيه أكثر، وفيه صور وفيه واحد وفيه سحر وفيه 20,000 حاجة وحاجة. انا ما بعرف، يعني انا النسخه اللي عندي هلا لا اتذكر لك، يعني لاني انا قاري من فتره منيحه، بس لاشوف درايف عندي، انا باهي اوكي، لا ادخل على درايف خذ و راحتك، خلينا نجاوب على ايه، بعض بس يعني انه الاسئله. ايه بس قلت في ايه، تفضل تفضل عندك قلت يلا. قبل شويه ان التخلص من الفكر الابراهيمي نحتاج فكر منفرد، حسيت في كلام تريد تقوله؟ حسيت في كلام طبعا، شنو هو الكلام اللي اريد اقوله؟ كل واحد حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه، هذيك الوحيده اللي نجموا نتخلصوا بها من العولمه الافتراضيه اللي يسيروا بها الشعوب. الرومان سموهم البربر، والعرب سموهم البربر، وهناك الرومان سموهم البربر، ليس هم فقط سموه، حتى الجرمن سموه البربر، كل من يتمرد على روما يسمى بربر، أما العرب يقول لك سموهم بربر لأنهم أتوا من البربر، بعضهم يقول إنهم أخذوا التسمية الرومانية. المهم كلمة أمازيغية استعمالها رسميا كما هي الآن، فهمت؟ هي كلمة جديدة، واللي استعملها أول من استعمل أظن كلمة الأمازيغية هو سيفاو من ليبيا، فهمت؟ d'après mes connaissances ce sont les grecs qui ont surnommé le peuple amazigh qui veut dire les grecs étrangers. هذه المعلومة ما عنديش، انهم هم اللي سموهم امازيغ، هذه المعلومة ما عنديش. لو عندك المصدر او تنبحث عليها هاني قيدتها. هو هنا يقول ان اول من سماهم الامازيغ هما اليونان، هذه مع انا نعرف الامازيغ يعني من قبل اليونان، وكانت تطلق على من هو مالك الارض.
شريدي قال الأمازيغ يعني مزيج من اللغات العبرية، هو الشعوب المخطط. هو قول شريدي ان الأمازيغ هو مزيج من اللغات ما هوش غلط 100%، على خاطر مثلا توا الحروف الأمازيغية التي تستعمل الآن فيها حروف بنيقية عبرية، ما يسمى بالعبرية القديمة، فهمت؟ وفما حتى حروف متشابهة وفما كلمات متشابهة. ما تنساش اللي في فترة من الفترات بعد ما يسمى الهجرة العبرية إلى شمال أفريقيا، وحتى من يتكلم في أحد مؤرخ ليبي قال لك إن الهجرة الفينيقية، وهذه معناتها ما نعرفش فين جابها، معلومة مهمة، هو مؤرخ ما نجمش نكذبه، قال لك الحضارة البنيقية التي قامت في تونس هي هجرة يهودية من فينيقيا، فهمت؟ هجرة فينيقية. إذن فكرة أنها الأمازيغ هما خليط حسب ما فسرها شريدي ما نشوفهاش تخالف المنطق، لأن عندما يتكلموا الأمازيغ على من هم يقول لك معناتها صحيح الأمازيغ هما سكان الأرض شمال أفريقيا، ولكن يتكلمون على أنواع الأمازيغ ما يسمى بالهجرة الجنوبية الشمالية، هي الهجرة السوداء نحو الشمال، والهجرة الشمالية الجنوبية هي الهجرة الأوروبية، والهجرة الشرقية إلى شمال أفريقيا. يعني أحنا من الشعوب اللي أكثر الشعوب الممزوجة، يعني مثل الشرق الأوسط، فهمت؟ بل أحنا أكثر، يمكن أحنا عندنا مزج أفريقي ومزج أوروبي. إذن ما نشوفش في كلامه غلط، عندها نوع من المنطق. أخي كريم، كريم تبر هو اسم قدح يروج له المستعمر وأصله روماني، ويعني كل ما لا ينتمي للحضارة الرومانية. متفق معاك صوفيا، متفق معاك 100%، هو اسم قدحي. هذاك علاش الأمازيغ لا يسمون نفسهم بربر، وعندما تقول أمازيغي بربري يعني سبه، مش الناس تعرف نسميه رواحنا أمازيغ. أنا واحد يقول لي بربري، حتى في هولندا قدمنا طلب قبل 3 سنوات لتنحية كلمة بيغ بيغ من المنجد الهولندي وتعويضها بكلمة أمازيغ، لكن وليت عندما تلقى بيغ بيغ في المنجد الهولندي ما تلقى حتى شيء على البيغ بيغ، تلقى قدامها ابحث في أمازيغ. يقصد الزير سالم. شكون الزير سالم هذا؟ تعرفوا دكتور؟ تسمع فيا؟ ساعات يمكن الاسم ما نعرفوش. أخي كان تحط يعني أكثر معلومات باش تكون الأمور واضحة. ده نشوفوا السؤال اللي بعده فين هوني. اوكي، ان الامازيغ الانسان هو الابيض، ليس بالضروره ان امازيغ سود. اخي اسم امازيغ كان قبل دخول العرب في شمال افريقيا، طبعا كان موجود. العبري ليس عربي، من قال لك انه عربي؟ اما ينسلوا من نسل واحد، اب مشترك هذا باللدان. ان قالت كانت من اجل مدن العالم وكانوا مسيطرين على البحر المتوسط، لكن الرومان دمروها المدينه. اما بخصوص المسلمين الامازيغ ولديهم بشكل قديم حتى الان يضرب الشرق الشمالي تلك جينات شمال افريقيا بالفعل. شبيك تبدلت؟ وارب كيفك استاذي؟ لحظه لحط السماعات مشان الصوت ما يطلع مرتين. ما قلتكش اهلا وسهلا. معلومات مهمه فلديمير، تحياتي. اسمعني، انا اسمعك، اي تفضل. ممتاز استاذ، عندي مداخله سريعه، هي خارج موضوع لكن مش خارج موضوع، هو العوده الى حلقه سابقه من حلقات رمضان واللي هي حضرتك تكلمت عن موضوع الأحرف المقطعة في القرآن. وكان يعني هذا الموضوع يعني يشغل بالي منذ الطفولة، إيش معناها هذه وكذا وإلى آخره، والاحتمالات كلها اللي حضرتك ذكرتها،
أفضل واحد ما يفكر فيها أو وهي قادمة من حضارات أخرى أو إلى آخره. لكن مؤخراً وعن طريق الصدفة البحتة وصلت لمصدر بجوز حضرتك تعرفه، لكن وجدت يعني شيء مشابه بالحضارة يعني بالديانة الهندوكية والهندوزم، واللي حابب أطرحه على حضرتك وعلى المشاهدين، واللي وجدت فيه بجوز يكون حضرتك ذكرت لأنه كان يعني قناعتك الشخصية أنه هي الأحرف مقطعة قادمة عن طريق يعني مسيلمة، ما يدعى مسيلمة الكذاب، أحضرها من الثقافة الهندية. لكن بحضر مؤخراً، ما بعرف إذا فيني أعمل مشاركة للشاشة عندي. تفضل. قرأت شوي عن لاليتا، في مثل ما دائماً حضرتك تذكر يعني المصادر العربية شحيحة، لكن في الإنجليزي على الويكيبيديا بتقول إنه فعلاً هي يعني لها 1000 اسم، والأسماء يمكن يعني ترتيلها بطريقة المانترا واللي هي أنا كلها هذه بالنسبة لي يعني كما هذيك الأوم علم جديد بالضبط، هو مكتوب تحت الأوم هون الأوم والمقاطع اللفظية إلى آخره، لكن هذه المقاطع اللفظية يعني فهمت شو قصدي، يعني فكرة يعني الفكرة اللي حبيت أطرحها إنه في يعني حسيت في نوعا ما تشابه من وجود مقاطع لفظية الهدف منها فقط خلق أو تغطية كل المقاطع اللفظية الموجودة في لغة معينة على أمل إنه هذا المقطع اللفظي يوافق يشمع اسم الله، يعرفت شلون مثلا الأعلى حتى في الإسلام في عنا فكرة إنه 99 اسم لله وفي اسم لا يعلمه إلا خاصة الخاصة، وإذا دعوت الله به اسم الأعظم بالضبط، إنه إذا دعوت الله به يعني خلاص إنه أي شيء تدعو الله به هو يعني تحصل عليه إذا دعوت بهذا الاسم الخاص فقط. هذه المداخلة حبيت يعني أذكرها لحضرتك والأخوة المشاهدين. نفس الفكرة متاع مثلا الأوم في المعتقدات الهندوكية الفيدية ينطقوها ألف واو ميم كل واحد وحده، ويعتبروا الألف هي النفس، الواو هي العقل، والميم هي الروح، يعني ما يسمى الثالوث. أوم هي الثالوث، وفي العملية كما نقولوا احنا الواحد، وأما بشيء يرمزوا للإنسان كامل يقولوا أم، أما هو في الأصل ألف واو ميم وكل واحدة وحدها، فهمتوا؟ نجم تنطق أي واحد يمثل الكل، يعني ما عندي هاي الخبرة والتفاصيل كاملة والمعلومات، لكن وجدت هذه المعلومة فقط. ممتاز، أنا أعطيك الفيلم جدا مهم تنشوفه هكا، عني كتبت اسمه أكيد ممتاز، The Story of God بالضبط، وموجود على نتفليكس مع ترجمة عربية وترجمة لعدة لغات. أوكي، شكراً. شكراً لك. شكراً. شكراً شكراً لك. نعم. نشوف السؤال اللي بعده. هذا وصلنا هوني. نشوفوا هذا. قبل الإسلام كان ملكة وكان يغرب المرأة. كانت ملكة بالفعل. هي هذيك قبل. باهي هذيك أنت وجهة نظرك. ملكة بالفعل العربي جميل أفريقيا. اسم أمازيغ كان قبل دخول العرب، كان موجود دائما، قلتش ما كانش موجودا، ليس عربي فهمي بهذه معلومة مهمة. لكابيليس لهذا أمازيغ سنيني لهم ديب على أفريقيا الإنسان الحر بيان سور. كاوي حداد هو الذي قد المعركة، ما فهمتكش خويا سامسام. اوكي. دكتور عندك فكرة عن الملك سالم؟ هو كاهن إيل لإله العالي. صديقي ما في بالتوراة سالم. حتى أنا ما سمعتش يعني ما في ملك سالم لا أنا حتى شو اسمه البحث عندي يا ولد
يعني كلمة سالم اجت بالتوراة فقط، ثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيم. أما يعني ما في نادي سليم أي كتاب 10/6. فكانت طوبيا يقول له لها اسكتي ولا تقلقي، إن ابننا سالم والرجل الذي أرسلناه معه ثقة جدا، يعني ما السلامة يعني. فأبدا ما في الملك سالم بزمن إبراهيم. شوف كل شيء إجا عن إبراهيم، كان الحديث عن ملكي صادق، وكان الحديث عن شو اسمه ملك عيلام اللي ذكرت لك اسمه، هلا اسمه شوي صعب يا زلمه، كدر لعمر ملك عيلان، وملكي صادق اللي هو ملك شاليم. هدول الاسمين، والإضافة لأبي مالك ملك جرار، يعني هدول الثلاثة اللي انحكى عنهم بحقبة إبراهيم. ما في مصر حديث عن ملوك غير مع هدول الثلاثة بس. نادية سليم قلت لك أعطيني عن العنوان والكتاب دكتور، أي عنوان وأي كتاب يا نادية؟ أنت ذكرت كتاب وعنوان؟ عنوان وكتاب شو؟ أعطيني عنوان. عنوان الكتاب الغصن الذهبي. الغصن الذهبي لجيمس فريزر. الغصن الذهبي. الذهبي. الرجوع إلى بداية ثاني أي فكرة في راديو، فكرة أن كل شخص جيمس جورج فريزر. أوكي. يعني موجود بس اكتب على المهم اللي على جوجل أنت موجودة في الجروب، تنجم تطلبوا غاديك أو الجروب تنجموا تطلبوا فيه اللي تحبوا، يعني تتواصلوا تقولوا تحكيه وتعطيه الكتب. فهمت اليوم حطيت الأفلام اللي يخصوا الأمور، مازلت ما شفتهمش الكل الذي يحكيه على فهم. هناك أفلام جدا مهمين راهو لازمكم تشوفوهم، سواء يحكيه على علم النفس أو علم الذات أو علم الأديان، كما تول الفيلم المسلسل هذا اللي قلنا عليه وارف حول The History of God. فما ياسر، وفما كان وحود مش مترجمين، كان واحد ينجم يعاونني باش نترجمهم للعربية، نترجمهم حتى بصوتي مش مشكل. فهمت نترجمهم، عندي فكرة باش نعمل هذاك الشيء. الرجوع إلى بداية الفكر الإنساني، أي فكر من في راديو، فكرة أن كل شخص رب نفسك ما يقول. بالفعل راهو أسمع، الحياة متاعنا قصيرة. أوكي، أنا مثلا صدقني نادم في حياتي بفترات اللي ضيعتهم في السياسة وفي الواحد وفي فهمت، يعني كان مشيت سافرت فيهم وعشت على روحي. فكر في روحك، راك باش تموت، راهي حياتك 40-50 سنة، ابعد على رب السياسة وعلى رب الأديان وعلى رب كل شيء، وعيش حياتك، عيش ربك كيما تحب انت، ما عندي حتى مشكل. ما تدخل في حد، لا تمشي لجوامع، لا تمشي لكنايس، لا تمشي لحد شيء، ابعد على العباد الكل. فهمت؟ هذيك حياة الإنسان الأصلي. أنا صدقني أنا توا كان نعاود حياتي، لما نعاود حياتي من بين المطالعة والسفر والاهتمام بذاتي فقط. فهمت؟ صحيح دكتور ولا مش أحسن حاجة؟ صحيح، وهذا اللي حكينا له يا لصديقنا مبارح، وهيك قلنا له مبارح انه ابعد عن السياسه. يعني ليك في الكتاب اللي انت مبارح شاركته عن الغنوصيه، الاوبانيشاد، لابانيشاد، وهيك اسمه اوبان لابانيشاد هيك اسمه. على فكره هو كتاب كتير رائع إنك لو تقرأ بالفرنسية، لو تقرأ بالإنجليزية. أنت تقرأ بالإنجليزية؟ تعرف إنجليزية؟ أقرأ بالإنجليزية، موجود بالإنجليزية. ممتاز. طبعاً. أوكي، هو نفسه راح أقرأ، بس حتى المصطلحات يعني المترجم كثير كان جيد، يعني واضح إنه عم مشتغل على حاله. فليش أنا أقول لك ليش ذكرت هذا الكتاب؟ لأنه في بزمانك أنت سألتني
سؤال. شوف يا صديقي، أنا اطلاعي على الديانات الباطنية أو الفلسفات الباطنية من خلال اطلاعي شفتها كلها قريبة من بعضها، وهذا الكتاب كونه أول كتاب أنا أقرأه عن الغنوصية، هذا أول كتاب اللي أنت حطيته لأول شيء. أتمنى إذا عندك كتب تانية إن كان بالعربي أو باللغات الإنجليزية أتمنى تبعت لي. كلها فيها هيدي التعاليم، يعني كل الفرق الباطنية اللي أنا طلعت عليها. على فكرة ما عم بحكي عن الشيعية بس، يعني ما عم بحكي بس عن علوية وإسماعيلية والدروز، لا أنا حتى عم بحكي عن الفرق الباطنية السنية كمان، قادرية وناشمانية طلعنا عليها بطريقتنا الخاصة. فرح تشوف أنت أنه الطريقة كلها، يعني أغلب الطرق خلينا نسميها طريقة التفكير أو جذر الفلسفة، الجذر تبعها موجود في كتير منه بهذا الكتاب، برغم أنه أعتقد أنه هو ما نو كل الفيدا أو هيك شيء، يعني هو كم كتاب يعني. يعني هو هذا الأوبن شيد نفسه، يعني هيدا كتاب ديني، أنا عم بقرأه كمطلع، يعني ما عم بقرأه هو ما هوش كتاب ديني. هو ها بش نقول لك قصة الأبانشيد. الأبانشيد قبل 4000 سنة، يعني 4000 سنة قرروا البراهما بش يكتبوا كتب للغنوصية، يعني معناته إنهم يحولوا الفكر الغنوصي إلى دين، فكتبوا 4 كتب سماوهم كتب الفيدا، منهم كتاب الأغاني ما يسمى النشيد الديني، وكتاب كذا وكذا، معناتها القواعد نتاعهم. بعد 3000 سنة وكانوا يكتبوا في الكتب نتاعهم عن طريق تعاليم الأبانشيدا، فهمت؟ تعاليم الأبانشيدا الذي كان شفاهي. فبعد فترة ما يسمى يعني قبل 500 سنة قبل الميلاد أو 1000 سنة، هو يحدد بين 1500 سنة إلى 1000 سنة، خافوا عندما انتشروا في الوقت هذيك تقريبا في العهد متاع إبراهيم، يعني 2000 سنة، اكتشفوا أن البراهما خرجوا من الهند الكلهم وانتقلوا انتشروا في أوروبا وفي إفريقيا وفي آسيا، خاصة في آسيا. فوقع شح في البراهما في منطقة الهند، فقرروا أنهم التعاليم الشفاهية يحولوها إلى كتابة سرية عن طريق الأبانشيدا كحكم، مجرد حكم يفهمها البراهمي والناس تاخذها كحكاية. عنده التعاليم. أي عنده التعاليم، يعني يعني هي يعني في الحقيقة مكتوبة بطريقة ما يفهمها. أنا خطر مثلا قريتها وتعلمتها من عند واحد مباشرة، يعني تختلف، يعني يوريك كيفاش تخرج من الحكمة، من القصة تخرج حكمة. هذا هو الفرق. لا هو الكتاب، هو الكتاب بأفكاره بالنسبة لإلي قوي، مفهوم ما مفهوم. وراء مفهوم مفهوم ما وراء السطور. شو بدي أنا؟ لا يعني أنت يعني أنت هي التعاليم هي مانا غريبة. أنت يعني أنك مطلع، هي مانا غريبة عادي. يعني حتى هذه الطقوس مثلا حتى هذه الطقوس بزمان بمكان أو بآخر نحن مارسناها، يعني تفهم علي أنت. ما فهو الكتاب كتاب جميل، يعني بتمنى أنه كمان اللي حابين أنه يطلعوا على هذه العلوم، أو يعني كتاب بيعطي ضوء هيك جيد جميل على الغنوصية بشكل عام، وشيء جيد. يعني حتى مثلا موضوع التقمص موجود، ولكن موجود طريقة مختلفة بكتاب الكينة، يمكن برقم 3، يمكن لأنا هلأ صرت بالصفحة 64 أو شيء. موجود مثلا التقمص وكيف الآلية وكذا وهذه الأمور بإشارات. فأنا فهمت هلأ، أنت فهمت نظرتين، كنت عم شوف أنا أنه صحيح في حكايات، بس هي هذه الحكايات شو وضعها؟ يعني فأنت هلأ فهمتني أنه هي كانت التعاليم فعملوها حكايات من شان المتعلمين ما ينسوا، والغير متعلمين خلاص بيشوفوها حكايات يعني عادية، يعني مثلا اللي ما بيعرفها بيقرأ حكاية عادية وكذا بيحاول يتعلم منها، بس مثلا المطلع. فلهيك هلا في كتير، يعني في كتير هلا لما قرأتهم في كتير أمور صرت أرجع فيها للإسلام. وشوف يا صديقي، أنا مثلا موضوع الأئمة كنت دائما نقول نحن عند
الفرقة العلوية بيقول لك هناك العلم الوهبي والعلم الكسبي. يعني العلم الوهبي اللي بيكون من الله سبحانه وتعالى، والعلم الكسبي اللي بيتعلمه الإنسان. فالعلم الوهبي كان مختص بالأئمة، ماشي؟ هذا العلم الوهبي هذا من الله. هلا أنا بيني وبين حالي كان دائما عندي سؤال، يعني طبعا قبل ما يعني أقرأ وأفهم وكذا هذه الأمور، أنه هيدا الإمام الصغير اللي عمره 7 سنين أو 8 سنين هيدا كيف كان يتلقى العلم؟ فهن جابوا لك فكرة العلم الوهبي، أوكي؟ بس ولكن أنا أعتقد أن بيت محمد وعلي أو محمد وعلي هاجروا بفترة من الزمن، يعني بين 25 و40 نحن ما بنعرف وين محمد، يعني واطلعوا على الديانة الفيدية. محمد لما أنا اليوم عم بتطلع هيك جلوسه بالغار كقصة ولوحده، يعني هيدي بالنهاية إذا بتنتبه هي طقوس تمارس بالفيدية. فأنا أعتقد أنهم هن إما من عائلة، يعني إما من عائلة أبا عن جد هن غنوصيين كانوا، أو تتلمذوا يعني وكان عندهم هيدي العلوم، كان عندهم هيدي الكتب أنا متأكد، أو كان كونوا شفاهي، كان شفاهي فكان ينتقل، فكانوا يعلموهم إياه بالبيت نفسه. يعني جعفر الصادق جابوا عن أبوه وأبوه ويعني وعمه وأبوه وعمه عن أبوه اللي هو علي. أنا أعتقد أنه موضوع الأئمة هو بيرجع كمان لهذا الأمر، لأنه في مقولات كثير، يعني محمد عفوا علي بن أبي طالب إذا أنت اطلعت على طريقة كلامه، طريقة تعاليمه، هي تعاليم واضحة، يعني فيها 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 شو بدنا نسمي، فيها حكمة، ما حكمة شيء فيها طبيعي. تقرأ نهج البلاغة أحسن من تقرأ القرآن، تقرأ نهج البلاغة أحسن من اللي تقرأ القرآن. شوف حتى نهج البلاغة أنا يعني ما لنا فيها، لا ممكن ما يكون إله أساسا، بس نحن بغض النظر ما ورد عنا من مقولات تنسب ما ورد علينا من مقولات تنسب عليه للأئمة وغيره. هلا مو بس هذا، مو بس هذا، حتى محمد كان عنده عبارات، يعني بنرجع مثلا حديثه كان في امور انت فيك تفهم انه هيدي العائله الموضوع تبعها بيشبه قصه ابراهيم، انه عندهم هن الجزر على ما يبدو، كان عندهم الجزر الاول وقدروا استفادوا من الظرف التاريخي والثقافي لهذاك لهذيك الزمان. هذا تحليلي الشخصي يعني، وما يزال ضمن حاله تخمر، يعني لسه انا ما عم بقول انه هذا رايي القطعي اساسا، بس انه نحن هدول الناس بيهمنا نعرف عنهم، ولو اني انا لو يرجع علي الامر اقطع علاقتي المعرفيه والتاريخيه مع من الحجاز وما دون، يعني كل شيء من الحجاز الى اليمن هذا كله انا بنسفه من تاريخ المنطقه كله لو يكون علي انا بس، ولكن صار جزء من ثقافتنا هذا الامر، مو بس من ثقافتنا، الثقافه العالميه يعني. فما عاد فيك انت تتجاهل علي ولا محمد ولا عمر ولا ابو بكر ولا عثمان ولا معاوية ولا يزيد ولا حسين، ما في كدول الناس، يعني لو انه احنا عم نستخدم المصطلحات لسنا بصدد تفضيل فلان على فلان، هنحاول نقرأ نحن شوي صغيرة من خلال ما يصل الينا بطريقة او باخرى، نعم، او اطلعنا شوي على هذه التعاليم الغنوصية. انا اعتقد انه هدول الناس كان في عندهم شيء من هذا العلم، كونه كان سري فما كانوا يقدروا يطالعوه إلا لناس معينين. يعني حتى لليوم التعاليم لما بدك تعطي أي فرقة باطنية، أي فرقة من هدول الفرق، سني شيعي شو ما بدك سميها، شفاهي بدك تعلم شفاهي، نعم. ومو بس هيك، حتى بس أنا انتبهت على قصة المعلم، يعني قضية المعلم وقداسة المعلم وارتقاؤه عند التلميذ لمرتبة البراهمن أو هيك شيء، جميلة كمان هيدي موجودة،
ايه طبعا، بس هي موجوده يعني، هي عند الدروز راح تشوفها، اسماعيليه راح تشوفها، النقطندي راح تشوفها، شو اسمها القادريه راح تشوفها، راح تشوفها بكثير باغلب هي علاقه المعلم بالتلميذ. كمان كمان انتبه يعني، انا هلا عم حاول اتذكرك شويه شغلات لاني كنت قايل بدي احكيك فيها بعدين، بس قلت هلا بدي استغل الفرصه، عرفت شلون صديقي. ف يعني اللي عم يسمعونا وحابين يطلعوا بتمنى يقرأوا هذا الكتاب. ولو ان بدي انوه على نقطه، انه انا لما اطلعت على هذا الكتاب او عم بطلع عن هذا الكتاب، لا يعني انني انا اتقبل او انا مؤمن بكل الافكار، او انا بدي نفهم شغله، انه نحن عندما نقرأ كتاب نقرأ لكي نوسع مداركنا، لكي نفهم، لكي نحاول أن نكون مجتهدين ونربط الأمور ونصل إلى سلامنا الداخلي. لسنا في صدد أن نقول أن محمد مخطئ وإبراهيم موجود وعلي حباب وما بعرف، لا 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 لا، نحن أبدا أبدا، أو على الأقل أنا وأنت أقول ذلك، نحن لسنا في هذا الصدد، صحيح يا صديقي؟ بالفعل أنا نفس الشيء، أنا عندما أقرأ كتاب لا أقرأ الكتاب لا بفكرة مسبقة، لا أقرأه لكي أبحث على الأخطاء ولا أقرأه لكي أبحث على أفكاري، أقرأه مجرد كما هو لكي نعم لكي نوسع مداركنا فقط، نفهم، نتعلم، نصل إلى سلام النفسي مثل ما قالت مبارح حنا. بالفعل خلينا نجاوب بعض الأسئلة، نجاوب بعض الأسئلة ونعطي الأكسن وبعد نرجع لك دكتور. الممالك الأمازيغية لم تكن متحدة، كانت حالها حال اليونان مدن متفرقة لم تجمعها مملكة تشمل كل شمال أفريقيا، هذا ما سهل احتلالها من قبل الرومان، ليس من قبل الرومان فقط وإنما من قبل كل الشعوب، لأن الأمازيغ لا يؤمنون بمفهوم الدولة، ما يؤمنوش بالدولة، يحبوا كل مجموعة تعيش وحدها، ما عندهمش فكرة الدولة. تولي قول جونيتيس داكور افيك توا. أنا ما فهمي لحد الآن كيف تمكنت من القبائل العربية الهمجية من هزيمة روما والفرس والأمازيغ، وترجع للتاريخ تفهم، صدقني تفهم كيما تشوف توا الحال. نجم تعمل سلسلة فيديوهات مراحل دخول الأمازيغ الإسلام، رد الغزو الشرقي إلى رد 11 مرة ونوع الإسلام دي. طبعا بقات 70 سنة وهم يحاربوا، باش عملت نظن فيديوهات، ما أنت عندي على القناة نتاعي أمكان، نعم فهمت. باهي هذا سارغون اوف اكسل امازيغ، غزوات الاشراف في احد المعارك الهامه مرتبطه بثوره البربر التي حدثت سنه وانتهت بنصر كبير للنادي ضد القوات الامويه قرب من ترجع. شكرا، تصبح خير كريم، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ صباح انا متفق معاك في الكلام اللي كنت تحكي فيه، تاع الإنسان لازم يكون يقرأ ويسافر ويعرف كيف كذا كذا، ولي شنو هو الفرق بينه وبين الإنسان الغاب كان ما يعملش هكا؟ الإنسان لازم يكون روبونسون كروزيي نتاع نتاع العطر نتاعو، فهمت؟ أما لازم يتخلى بالطبيعة عادية، معناتها باش يولي هكاك، إذا هو عنده الدين يولي ما يفكرش، يولي معناتها فكر ديني، ينحي الفكر نتاع الدين يولي إنسان طبيعي، فهمت؟ وعندي سؤال، تو اللغة العربية فيها برشا من اللغة العبرية، من العبرية ومن السريانية ومن الفارسية ومن كل شيء، حتى من الحبشية حتى من الأمازيغية. صحيح، معناتها الحلقة نتاعك تقول أنت كي واحد يقرأ على إبراهيم يفهم كل شيء، إي هي أصل لكل شيء، أصل المشاكل معناتها، فهمت؟ على خاطر اللغة العربية ما نعرفش يا محمد كانت عنده مشكلة على اللغة العربية، هي كانت حتى التشكيل ما تشكلش، فهمت؟ أخذ منها كلمات وإلا كي نقل كيف فهمت؟ تلقى توكيما خنزير، أخي هما يقولوا خنزير وما يأكلوش الخنزير، فهمت؟ كيما وساعات مثلا الشيت واللي ساب اللغة العربية تقعها كيف فهمت؟ تسمع خويا كريم؟ نسمع فيك خويا. هاي فهمتني؟ أنا نتصور اللي محمد كانت اللغة العربية معناتها كانت ماهيش لغة متينة، فهمت؟ وكانت فيها برشا مشاكل، فهمتني؟ نتصور كي نقل كل شيء مع بعض، أنا هكا تصورت، فهمت؟
كل شيء ممكن. انا بوافقك بطريقه صحيح، انا بوافقه شويه. شوف عسلام دكتور عسلام، العربيه عسلامة حبيبي، عسلامة كيف؟ عسلامة أخوي. أنا بوافقك لأنه يعني إذا حبينا شوية هيك نفكر، اللغة العربية أساساً لم تكن لغة مكتوبة، كانت أساساً هي لغة، هي ما كان في كتابة، لأنه أول خط كتب فيه القرآن كان خط الإسترنجيلي واللي هو بالأحرف السريانية. بعدين القرآن هو اللي متن اللغة العربية، يعني بالفعل. الكتابة الأولى كانت كأول كتاب عربي، هو أول كتاب كتب، أول كتاب عربي كتب. إذا نرجع لبيت الشعر المكتوب على قبر امرؤ القيس، منشوف أنه نحن الأحرف اللي كتب فيها هي أحرف سريانية أو آرامية، هي أول شغلة. والشغلة الثانية الكلمات، يعني البيت الشعر المكتوب هو بالآرامي حتى، يعني هو ليس عربية اللي نحن بنعرفها. بتمنى اللي عم يسمعني يتابع وراي ويرجع ويشوف النص موجود. لوجيك لوجيك. يقول لأنه السريانية أو السريانية والعبرية والعربية أو جذورهم واحدة. يعني جذور. سمعت على كلامك. أنت جبت على علي. علي هو اكثر ما هو منطقي اكثر من محمد، راه فهمت. هو مثلا عنده مقوله طبعا، بل واحد كان يقرا يقول لك لا تربوا ابنائكم كما ربوكم ابائكم، فهمت. مثال مقوله معناتها كان منطقي اكثر من محمد برشا، فهمت. خاطر يعرف اللي الدين معناتها كذبه، فهمتني. هو كان يحاول يصلح يرقع شويه نقولوا. راح روح هذا ما كتب لابعد من هيك، لانه هذا ما كتب على قبر امرؤ القيس. تمام، تكبر النص. هذه اقدم مخطوطة تحت، هي الترجمة. المكتوب تحت هو الترجمة لما مكتوب فوق، هي ترجمة. يعني ترجمة. هذا النص اللي مكتوب ترجمة لما فوق، لأنه العربية اللي تعيد امرؤ القيس هي ليست عربية. بس أنا بدي أقول شغلة لأكسل، أنا أقول أكثر من ذلك، تحرر علي، تحرر علي بعد موت محمد. يعني علي كان شخص يشبه محمد أيام بحياة محمد، حسب ما جانب السيرة كان محجم، له دور واضح، تعال تعال، روح روح، اعمل ساوي هيك. بعد ما مات محمد بتشوف علي وما كتب عن علي وما جاء عن علي. هذا رأيي الشخصي. أنا أقول أن علي تحرر من محمد بعد أنا معك على خاطر معناتها طبيعي، معناتها رئيس الرب الأسرة ما عادش موجود، باش يولي كل واحد يعمل على زي راسه، فهمت. خاطر هو الرئيس نتاعهم كان محمد، بعد وفاة محمد كل واحد يولي عضلات نتاعهم. هون بتلاحظ أنت بس انت بتلاحظ هون في فرق كبير، في فرق كبير بطريقة التفكير، بطريقة معالجة الأمور. يعني لو محمد هو اللي كان بزمن معاوية كان لعن أمه لمعاوية. بس علي علي زلمي بسيط فقير، ما معتر، يعني ما خرجوا بالسياسة، زلمي غنوصي، زلمي انت إذا بترجع، لأنه هو في له مقولة بيقول والله ما نؤمكر مني، يعني معاوية ليس أمكر مني، انا ما فيني، لانه اذا لو مكر بمعاويه كان حيخرج من الغنوصيه، انا حسب اعتقادي. يعني بعد ما، لانه بالغنوصيه بتحكي لك انه انت، يعني هذا الكتاب بتمنى الكل يحمله، حط لهم الرابط كريم، حملوه وانا عم بقرا وعم استمتع، لاني عم حاول اربط الامور التاريخيه ببعضها بالاشخاص. والله يا دكتور انت اسمح لي، معناته اعمل لنفسي هو كان تسمح لي، معناته فهمتني. بالنسبة للموضوع متاع الكتاب، راهو الإنسان الواعي ما يستحقش إنسان يقول له أقرأ، فهمت. كما قال نجيب محفوظ، عنده كلمة تعجبني، يقول لك أكثر كتبات تباع في عالمنا العربي هي الكتب متاع الطبخ وتفسير الأحلام، بمعنى أمة تأكل وتنام، فهمت.
اللي يحب يقرا يشري كتاب ولا يقرا كتاب لازم لكن نحتاج ان نقول الكتب الذي قراناها وننقل التجربه بخاطر ساعات الواحد ما يعرفش الكتاب ما يعرفش شنو موجود. انا مثلا كم من كتاب هوني قالوا لي عليه بعض الاخوه او قال لي عليه الدكتور مثلا هذا الغصن الذهبي اول مره اسمع به. يعني لو لم يقل الدكتور ان الغصن الذهبي لا كثير معك خويا معك فهمت. انت لما راح تطلع عليه كريم راح تطلع كريم. على الغصن الذهبي سامحني دكتور كريم انا نحكي بمفهوم الثقافه نتاعنا نتاع قرايه الكتاب فهمت انا كيفاش نحكي بمنطلق الثقافه نفهم فيك اكسل. انا عندي برنامج بعد لما نرجع للخدمه يعني الشهر الجاي باش نولي قاعد نحضر في عده فيديوهات منهم فيديوهات نشد كتاب كامل نلخصه في نص ساعه نعطي الافكار المهمه نتاعو خاطر نعرف ما عندكمش وقت ما فهمش وقت باش تقرا كتاب نجم تقرا كتاب ألف. انا مثلا كل جمعه نقرا كتاب على الاقل كما قريت سوس فهمت كل اسبوع نقرا كتاب فهمتني اكسل. لا فهمتك خويا فهمتك. اوكي شكرا. شكرا لك. نجاوب الدكتور لو ما فيه مشكل لو تعمل لنا حلقه حول العلوين اذا امكن. لا اتصور سر من اسرار الدوله العلويه ما تنساهاش يا ولدي. سر من اسرار الدوله ممنوع. كيما تجي تقول واحد درزي يعمل لي حلقه على الدرزيه. يعني مو انه يعني حلقة عن العلويين كيف يعني مثلا انه يعني تقول اسرار العلوي ولا عن الديانة العلوية لا ما يعني شوف ما قصة اسرار او مو اسرار يعني بالنهاية هم شوف مكون اجتماعي قديم فكره ضارب بالتاريخ هم ليسوا طارئين على التاريخ ابدا ولديهم افكار هذه الأفكار فيها سمو الروم والنفس فلهم فهمهم الخاص للإسلام لهم فهمهم الخاص هم ناس يعني محمد بالنسبة لهم وعلي والصحابة هم أنوار يعني أخرجوهم من السيرة أخرجوهم من الحالة الناسوتية خلينا نسمي لك يا ماشي فيعني ما بيتكلموا عنهم بأسلوب يعني لا يمكن أنك أنت تناقش شخص علوي بمحمد معتقد ما فيك تناقشه فيه ما فيك خلص محمد هو يعني نور وطبعا هيدا بيرجع للخطبة النورانية للمنسوبة للإمام علي لما كنت ومحمدا أيوة تماما كنت ومحمدا نور قبل الأنوار نسبح لله بمعنى فزرعنا في واحدا زرعنا في صلب آدم فبقينا نتناقل في الأصلاب إلى عبد المطلب ف نور فانقسم ذلك النور نصفين نصف في عبد المطلب ونصف في أبو في عبد الله فكنت أنا علي وكان محمد القرآن الصامت وأنا القرآن محمد القرآن الناطق وأنا القرآن الصامت يعني برجع وبقول فهيدي مثلا حالة القداسة خلينا نحكي معه بالإضافة بقال التعاليم اللي وصلت عن الأئمة بالإضافة للتأويل بالإضافة لكثير أمور الأساس اللي عم يسمعني وسأل السؤال الأساس بكل هذا الأمر هو تهذيب النفس والارتقاء بهاي النفس حتى تتصل مع الجوهر الكلي يعني هدف كل شخص يؤمن بهذه الطريقة أن يسمو بنفسه وذاته إلى أن يستطيع أن يتصل بالمبدأ يعني يتصل أي يندمج يرجع يعود إلى الذات الأولى التي منها انبثق نوره هاي هي الفكرة بشكل مختصر يعني هم جماعة بيملكوا تراث ثقافي غني جدا 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 المحيط تبعهم أكيد هو يعني مثل كل يعني حتى مورس على السنة مشكلة من السنة يعني من السنة مورس مشكلة فهم ضمن محيط يعني هذا المحيط لا يمكنه أنه يتقبل أفكار خارج شوي نوعا ما فلسفية بالدين
خارجة عن المألوف. بس بس ولكن هم أعتقد إذا كان عندهم الحرية يوم من الأيام أن يطلقوا معتقدهم رح يكونوا ناس مبهرين. هذا ما أعتقد أنا، لأنه يعني بغض النظر عن إيماني أو عدم إيماني بالتعاليم، ولكن الطرق تعيدهم سهلة، طرق سهلة وأساسها تهذيب النفس، هذا الأساس تبعها بغض النظر عن اليوم اللي شايفينه نحن من بعض العلويين أو غيرهم غيرتهم، وهذا ما هو مثال يعني. بس أنت لما بدك تحكي عن التعاليم أكيد أنت عم تحكي عن شيء قديم جدا جدا جدا، وهم تعاليمهم يعني فلسفية، يعني تعاليم فلسفية أساسها هو تهذيب النفس للارتقاء بها للعودة إلى النقطة الأولى أو نفس الفكرة الأولى. نفس الفكرة هي بشكل مبسط. أي تمام، أنا تماماً 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 تماماً. أما أنك تدخل بتفاصيل التعاليم هذا أعتقد لست مخولاً بهذه الطريقة أني أنا أطلع وأحكي، يعني مو أنا الشخص اللي مخول أني أحكي عن هذه الطائفة، وخصوصاً أني أنا شخص أقول عن نفسي من خلفية علوية ولكن يعني خارج المنظومة، فلذلك أنا سقط عني هذا الأمر، يعني ما عدت فيني أحكي مظبوط، يعني أنا خرجت من المنظومة، وأنا لما بقول أنا خارج المنظومة فما عاد إلي حق أني أحكي أساساً. وهيك يا كريم، وهيدا المنطق بالنسبة للعلوية أي، أما بالنسبة للأديان لا. لا العلوية خطر فيها أسرار، أنا المذاهب الباطنية الكل، ولو حتى يعني المذهب الباطني ما عندوش الحق، فما حدود حتى ولو يحكي فما حاجات ما نجمش يحكيهم، فما أمور ما تنجمش تحكيها للناس عادي. صعيب كريم، أنت أول الناس في عندك أشياء أنت ما لحد الآن ما قلتها ولا ممكن تقولها، صح؟ شيء طبيعي. بس ولكن إذا كان في قاعدة مثلا أو جلسة خاصة مثلا بيني وبينك مش أشخاص قادرين، فممكن تناقش هذا الأمر كمستوى فلسفي، بس ولكن طبعاً. مو هون المكان اللي أنت فيك تطرحه لهذا الأمر بهذه الطريقة. بس طبعاً. أنا فيني بقول إنه منشان ما نظلمهم لهدول الناس، لا إن كان علوية ولا الدرزية ولا النقشبندية ولا القادرية، قول معي والكل كل، منشان ما نظلمهم، هم ليسوا أناسا خارجين أو شذاذ آفاق أو لا يفهموا، بالعكس هم أعتقد أنا لديهم موروث ثقافي فلسفي بطريقة أو بأخرى لهم عن الدين، سواء قبلتها أم لم تقبلها. أما سواء أنا قبلتها أو لم تقبلها، أنا من الناس اللي ما كتير بقبلها، بس عادي. مثلا دكتور، أنا بالنسبة لهذوم المذاهب فهمت الكلهم اللي موجودين، حتى البهرة حتى الإسماعيلية حتى فهمت كلهم بالنسبة لي هما لازمهم يمثلوا الإسلام، يعني ما يقلقونيش هما كمسلمين، عندما نحكي على الإسلام ما نقصدهمش هما، فهمت؟ ما نقصدهمش أصلا هما، يعني بالنسبة لي هؤلاء أشخاص ما يشكلوش خطر على لا علي لا على البشرية، خطر عندهم فكر مسالم، فهمت؟ طيب معلش، جاوبوا لمجتبى مجتبى الأحمري. مجتبى صديقي، أنا أنت أخ عزيز وغالي، يعني بتمنى ما تزعل مني، بس أنا ما تاريخ منطقة يا صديقي، يعني أنا لما بقول من الحجاز ولتحت أنا بالنسبة لي أعمل قطيعة معرفية مع هذا التاريخ، أنا ما ممكن، قلت لك هم جزء من الثقافة اللي اليوم موجودة، يعني أنا ما فيني ألغي التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية إذا كان حضارة يعني ولا الدولة الأموية ولا أنا ما فيني لغة، بس أنا عم بحكي عن ذاتي عن نفسي، إنه أنا ثقافة الصحراء لم تقدم لي يوما من الأيام حضارة. إذا بدك تقول لي عن العباسية فلم يكونوا من ثقافة الصحراء، لأن وقتها كانت حضارة وكانت منارهم. انقطع عليك الخط. المشكلة ما معنى الأهل الخليج نقول لهم ما يكونوش حساسين من الكلام هذا، لأن ما نش نقصده، يعني أن مثلا أنا مثلا
ما عنديش حتى مشكلة مع العربي أو مع الخليجي، بالعكس عندي أصدقاء خليجيين وكل شيء. أنا مثلا حتى في مسألة الهوية أنا عندي مشكلة مع ولد بلادي اللي ينسب روحه والحضارة غير حضارته. أنا عمري من جي نسب عرب الخليج ولا نقول عرب الخليج كذا وبيهم، لا، ها أنا نتكلم مع هذاك التونسي وهذاك الجزائري وهذاك المغربي اللي يقول إنه عربي وأصله عربي، هو ما هوش عربي وما يمستحيل يكون عربي، وليس بمفهوم العرق، صدقني ليس بمفهوم العرق، العرق ما عنده حتى قيمة، بمفهوم الانتماء لمنطقة جغرافية. لهذا أنا نقول إن الهوية، فهمت، هي أول حاجة اختيار، والهوية هي ثقافة وتقاليد، فهمت، لا أكثر ولا أقل. تفضل مجتبى. مرحبا مجتهد. مجتهد ما تعذرني، قلت لك الأسماء والنطق عندي مشكلة. كنت ترد على الأخ مشبب وليس مجتبى، حتى عندما ذكر الدكتور الأخ الذي ذكر السؤال كان اسمه مشبب الأسمري وليس مجتبى. أسعد الله مساكم جميعا، أنت والدكتور وجميع الأخوة الحضور. حقيقة كنت أتمنى، وسيعود الدكتور إن شاء الله، بس أتمنى أن الدكتور كطبيب نفسي أن يفسر التحول على حسب الشخصية التي كتبت عن إبراهيم الذي حصل له في سنة 90. أعتقد القصص التي ذكرت عنه عندما اختتن بنفسه وقص الجزء من جسمه في سنة 90، ثم ذهب ليذبح ابنه حسب الحضارة أو التاريخ اليهودي إسحاق، وحسب التفسير الإسلامي إسماعيل. كلها حدثت بأحلام أو بما يعتبر وحيا. معي؟ تسمع فيه الدكتور؟ دكتور؟ سامعك. هل سمعت السؤال دكتور؟ هذه بس دخلت مع عهد الاختتان. لا نعم، لأنك أنت في الخارج. مسألة إذا كان في تحليل نفسي للقصة التي ذكرت عن إبراهيم عندما وصل إلى سن 90 في التوراة، عندما اختتن رأى حلما عليه أن يختتن وأن الرب سيعطيه الأرض، فذهب ليقطع عضوه بآلة حادة حسب ما ذكر، ثم رأى الحلم بقتل ابنه فذهب ليقتل ابنه. هل لها تفسير معين وهو في هذا السن؟ في نكتة تذكر عند اليهود، يعني إن إبراهيم بعد ما اختتن دخل على زوجته سارة ورأت الدم في ملابسه، فقالت ماذا فعلت؟ قال رأيت في المنام أن الرب أمرني أن أقطع، يعني أن أختتن، فنفذت الرؤية. فقالت يعني إن طلب منك الرب أن تقتل ابنك وإحنا جبناه في هذا السن في وقت في عمر 100 أو 90 هل ستقتله؟ فقال لها في الحقيقة هذا ما كنت أنوي أن أحدثك فيه. نعم. وأخذ شوف نعم هذه نقطة شغلي. هو موضوع الاختتان. تفضل. نقطة أخرى. نعم تفضل. كان بزمن الفراعنة، يقال إنه كان موجود بزمن الفراعنة، وأنا ما يعني قرأت بمصدر أو بمصدرين بس. لا متأكد منها إنها موجود في زمن الفراعنة. وكانت العائلة المالكة هي اللي تختار. إذن هذا يرجعنا إلى الفكرة التي ذكرت أستاذ كريم، إنها كان من عائلة مالكة، يعني إبراهيم لم يكن مجرد كاهن. لأنه هو بسفر، لأنه هو بسفر التكوين بيعطيك، مشان أنا بحب دائما يكون موثق، بسفر التكوين 17 ببلش بيعمل، بيصير في هون الحديث بينه وبين ربه، فبيغير اسمه ربه بالتكوين 17، بيغير اسم إبراهيم وساراي
فبيوصل لسفر التكوين 9 بيقول له قال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي. كويس، يعني هذا العهد بينه وبين إبراهيم، أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينك وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختتن منكم كل ذكر فتختتنون في لحم غزلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم. صديقي هو بس لحتى يتفرقوا ويعرفوا بعضهم أساسا ويتفرقوا عن بقية الشعوب أنه هم مختتنين، ولكن هذه العادة أنا أعتقد أنها هي عادة فرعونية قد تكون بقيت في ذهن إبراهيم بعد السفر اللي صار على مصر، وممكن أن يكون أتى في حلم. أساساً هو كل الأنبياء هي يعني ما أتوا به هو اختلاجات ذهنية تبعهم، يعني هو إن كانت أحلام أو أفكار أو ما كانوا يسيطر على أفكارهم تماماً، فممكن هذا الأمر يعني الفكرة تاعيته هو تتناسب، لأنه هي الاختتان كان مثل ما قال كريم عند الملوك الفراعنة، فهو لما اختار هذا الشعب ليصير شعب الله المختار، هذا الشعب كله لازم يكون سيد، ما هيك؟ فليكون سيد فكله بده يختتن، وهو كان عنده عبيد، لأنه هو لما راح على عند فرعون وطرده فرعون بعد ما عرف أنه سارة مرته، عطاه عبيد وعطاه ناس وعطاه ملك، يعني عطاه وقال له يلا حمل حالك وروح، وعطاه ذهب وعطاه فضة وقال له يلا امشي. فهو هون إبراهيم بلش يصير عنده ناس، فهو هذا الشعب اللي صار عنده بعدين تماما، وهو بده يعتبر انه شعب الله المختار، فهم أسياد، فكيف بده يسويهم أسياد؟ فهي من فكرة الملوك الفراعين بهذه الطريقة أنا بحللها، إن كان حتى نفسيا يعني ربما حتى وإن تأخرت إلى سنة حتى إن تأخرت إلى سنة 90 يعني كما كان هو مات بعمر 175. شوف صديقي هو مات بعمر 175 حسب ما بتقول التوراة. يعني كان موت إبراهيم بعمر 175. فطبعاً يعني أنا أشد بالتوراة كله على بعضه، فبس أكيد يعني إنه هذا الكتاب التاريخي الوحيد اللي موجود عندنا بين إيدينا. تبعت كيف؟ واللي نحن بدنا نحاول نستند عليه. حتى ما ممكن أضيف إضافة أخرى أو تفضل عندك شيء؟ تفضل. مسألة تفضل. المرأة أيضا هذه مسألة قد ترى هل ستكون لها رؤية نفسية مثلا عند اليهود، المرأة وتقديمها للملوك أو للاستفادة منها، ما نسب إلى إبراهيم أنه قدم زوجته مرتين، ومعروف هذه اسطورتهم، ولكن معروف من التراث من التاريخ انهم قدموا استر الى ملك الفرس كورش لتدخل الى البلاط، ومن ثم استطاعت ان تسيطر على الملك، واسيا بعض الروايات اسيا ايضا ادخلت الى البلاط الفرعوني لكي تسيطر على الملك ايضا، والى الان يفعلون ذلك والى الان يفعلون في العمليات الاستخباراتيه، حتى بيل كلينتون دخل في الموضوع والقصص التي نقراها عن المسؤولين العرب. المراه في التوراه كائن محتقر جدا، الكائن عند اليهود لم أرى حقارة، هل تعلم أن المرأة لم أرى حقارة في دين من الأديان كالمرأة عند اليهود؟ لم أرى. هل تعلم أن المرأة عندما تحيض، الزوجة عندما تحيض يرسلها زوجها إلى بيت أهلها؟ كريم بيعرف الموضوع. أنا نعرف هذاك الشيء كله، أنا شفته ولا شخصية ولا شيء. تمام، يعني فالمرأة عند اليهود، وهو ما انتقل بعدين فيما بعد للديانة الإسلامية اللي هل تدري أن هي كانت البداية للتحرير؟ هل تدري أن المرأة اليهودية معنتها عندها الحق، معنتها تزني مع غير اليهودي، ما عندهاش الحق تزني مع اليهودي؟ ربما هذه من أجل أن يسيطروا ويدخلوا جواسوسات، يعني لأن هم تنتقل بالأم، يعني ما تنتقلش بالأب،
يعني بالنسبة ليهم الراجل أهم من المرأة، يعني الراجل ما عندوش الحق يتزوج غير يهودية، خاطر كي يتزوج غير يهودية يخرج من اليهودية، ولاده يخرجوا من اليهودية، بينما المرأة لا. فهمت؟ المرأة عادي على خاطر عندما تزني مع يهودي ترتكب ذنب، أما كي تزني مع غير يهودي ما ترتكبش ذنب، عادي. تكثر النسل، تكثر العدد. بالفعل. كريم اسمح لي أكمل جوابي للأخ اللي من شوي حكى فسألني الجزء الثاني من السؤال قبل ما يقطع. ما تتوقعه لو ما صارت الحضارة الإسلامية؟ صديقي ما بقى بتذكر اسمه الأحمري، إذا كنت عم تسمعني تأكد أنه كان سيكون الأفضل، لأنه قصة حرق مكتبة الإسكندرية تكفي خلص، يعني بس نوصل عند مكتبة الإسكندرية نوقف. مكتبة الإسكندرية كانت لم تكن مكتبة، كانت جامعة، يعني كانت جامعة، كانت اليونان تأتي وتأخذ علوم من الإسكندرية. اللي أنت لما بيطلع عمرو بن العاص على وبيبعت كتاب لعمر بن الخطاب فبيقول له شو بنعمل فيها، بيقول له إن كان فيها ما يوافق كتاب، فإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فاحرقها، وإن كان فيها ما يقول كتاب الله فحسبنا كتاب الله، يعني احرقها. فأنا بقول لك يا صديقي هذه لحالة بتكفي. هما أرادوا أن يدمروا الأهرام غير لم يقدروا عليها، هما أرادوا أن يدمروا الأهرام. فأنت اليوم أنت عم تسألني وين كانت الحضارة، الحضارة العباسية، يعني الحضارة الإسلامية بالزمان العباسي، يعني هي بس ترجم، وقاموا بعصر النهضة قاموا بترجمة الكتب اليونانية وبلش فيها بقى المعلم الأول وما شو. ولا تنسى دكتور أيضا إلى هنالك. تفضل الدكتور. أيضا لا تنسى أن في بلاد الشام وبلاد فارس قامت حضارات مكتوبة، فبالتأكيد كان لهم كتب واختفت طبعاً. عندما أنا أقول شيء واحد، ذكرت قصة مكتبة الإسكندرية، أعتقد هناك قصة أخرى أيضا لمكتبة أخرى أعتقد في كثير مكتبات. أنا لا أتكلم لا على مكتبة الإسكندرية لا غيرها، فقط تاع ما يسمى تقطيع الزربية تاع الفرس اللي فيها تاريخ فارس كامل، بل قبل ذلك تدمير الأصنام، قسموها إلى خمس أقسام. تدمير الآثار اللي كانت موجودة في منطقة الحجاز، ومنهم الأصنام 360 اللي في الكعبة. ما قالهم لكم دينكم ولي ديني كي تخلي المكة، علاش ما قالش هذاك الشيء؟ قالهم حطموا كل الأصنام. في بالك الأصنام الذي دمرت حول الكعبة فنت تاريخ العرب قبل الإسلام للأبد؟ تاريخ العرب كامل تفناه بتدمير الأصنام الذي كانوا حول الكعبة. تمام اوكي نجاوب ساعة في الديمير استاذ هركان. يعني حتى بتقول الشاب الاحمري المتوكل، بس ثواني، المتوكل اخر كريم تفضل كريم. المتوكل اخر خلفاء او ملوك الدولة العباسية اصدر قرار وقال اقطعوا لسان كل ام تتكلم السريانية، فاللغات او تعيش اللغات بألسنة الأمهات، يعني الأم هي اللي بتعلم اللغة لأولادها، فكانوا يقطعوا ألسنة كل النساء اللي تتكلم غير العربية، حتى هذا مثبت بالتاريخ عن المتوكل. حتى في شمال أفريقيا، حتى في شمال أفريقيا كانوا يقطعون كل من لا يتكلم العربية عندما دخلوا بنو هلال، هذا موثق في التاريخ. ونقطة أيضا عندما تمت الترجمة، عندما تمت الترجمة، حركة الترجمة في عصر المأمون، لاحظ العلماء والفقهاء أن كثيرا مما ذكر في القرآن متطابق مع ما جاء به من الكتب التي ترجمت من اليونان والرومان. نعم. يعني ف احدثت نوع من الربكة انه
هل 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 القرآن مرتبط بهذه الكتب بهذه الترجمات أو أن كيف أن فهمتني مسألة مثلا نعم لهذا حرقت مكتبة الإسكندرية نعم 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 لا لأن الكتب كانت تنطق بما مكتوب في القرآن فهل القرآن يعني كان ترجمة أو من هذا القبيل يعني نقطة أخرى أخيرة لو تسمحوا لي عن الغنوصية الأستاذ نعم كريم والدكتور أيضا تتحدثون من ناحية عن الغنوصية كفكر لتسامي الروح والأخلاق وهكذا ومن ناحية أخرى نتحدث عن الجماعات السرية التي تسيطر على البشر وتفرض النظام العالمي وتتسبب في الحروب وتتسبب في دمار البشرية على أنها جماعات غنوصية وجماعات سرية فهل هي استفادت من العلم الغنوصي واستخدمته في الشر مثل علم السحر أيضا من العلوم الغنوصية من العلوم السرية فهل الغنوصية يعني إن استخدم ربما أيضا هل الغنوصية ممكن أن تصل بالشر في الإنسان إلى هذه الدرجة لكي ينشر الدمار وينشر الحروب بين البشر أجيبك وحتى النقطة التي ذكرتها أستاذ قبل قليل أيضا عن أنك لو 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 أن الجماعات أو الطوائف الصغيرة في الإسلام مثل الإسماعيلية والدرزية والأحمدية لو كانت هي التي تمثل الإسلام لأنها مسالمة حسب التاريخ أن كل جماعة تكون معارضة تكون طيبة وحبوبة وعندما تمسك السلطة تعمل الانقلاب وتعمل القتل فالإسماعيلية مثلا كانت لهم أكثر من تجربة مثل الحشاشين مثل الدولة الفاطمية مثل العبيديين ما تنساش العبيديين الفاطمية من نسل العبيديين والقرامطة والقرامطة نعم نعم والقرامطة ما تجبدليش عائلتي لا انا اتفق معك انا شوف انا اتفق معك بهي الجزئيه الاخيره اتفق معك عندما شوف لما بتضل الامور ضمن نطاق تعبدي ما احلاهم بس دخلت السياسه والسلطه تفسد حتى قصة النبي محمد عندما كان في مكة كان الدين الإسلامي لطيف لهذا يجب إبعاد كل الأديان عن السلطة أنا معك إيه برافو أنا أتفق معك تماما معك نعم يجب إبعاد كل الديانات عن السياسة السياسة لوحدها والدين لوحده السؤال متاعك حول الشر والخير في استعمال الغنوصية المشكل أن الغنوصية هي ما هيش عقيدة لو عندما نقوله أحنا أن كل هذه المذاهب الباطنية أصلها غنوصي لا نقول أنها هي تدعو للغنوصية الغنوصية هي قواعد أساسية وهالقواعد هذه محايدة تنجم تعمل بها الخير وتنجم تعمل بها الشر فلهذا هي كانت سرية فهمت؟ لا أكثر ولا أقل يعني ما تنجمش تتهم الغنوصية اللي هي وراء المذاهب الباطنية ما تنجمش تتهمها لماذا؟ لأن الغنوصية هي قواعد حكم لفهم ما يسمى الوجود ولفهم كل شيء ومسألة الخير والشر عند الغنوصية ما عندهاش فكرة الخير والشر الخير والشر ما فيهاش هي عندها الشر هو أن تفعل ما لا تريد فهمت؟ والخير أن لا معناتها هذه الشر هو أن تفعل ما لا تريد ما لا تريد ما تحبش تعمله هذا الشر فهمت انت عملته بالصفه عليك فهمت او ان لا تقدر ان تعمل ما تريد هذا هو شر اذا هما عندهم مفهوم اخر ما عنده حتى دخل الغنوصيه قواعد عباره على رياضيات فهمت رياضيات فكريه روحيه تفهمها كما تحب انت فهمت اذا نظن جاوبتك على السؤال نعم شكرا
هل إقصاء وطمس باقي اللهجات العربية أمام لهجة قريش لعب دور سلبيا أم إيجابيا بالنسبة للغة العربية؟ شيء طبيعي، ما نجمش نقول سلبي أو إيجابي، لأنها اللهجات الأخرى من حقها الوجود أيضا، ولكن انتهت. ولكن لا لا، هو لعب دور إيجابي، لعب دور إيجابي بالنسبة للغة العربية. هو يعني يقول لك بلى، هو أحيا اللغة العربية طبعا، هو أحيا اللغة العربية، وهو تماما تماما، لأن يعني لأنه كان هو تفضل. قلت لك هو، خلينا نجاوبنا، هل إقصاء وطمس باقي اللهجات العربية؟ طبعا بالنسبة للهجات الذي ضاعت هي خسارة للبشرية، أي لغة تضيع للبشرية طبعاً هي خسارة. ولكن في نفس الوقت إن اللغة العربية أصبحت لغة قوية، لأن مجهودات مدة قرون تم إدخال قواعد فارسية، قواعد كذا، تطوير اللغة العربية بطريقة يعني أنهم جعلوها تقريبا هي رب اللغات، فهمت؟ رغم اللي الأمر لم يكن كذلك، يعني قبل كانت معناتها مشتتة اللغة العربية، كان كل واحد ينطق الحرف كما يريد، كل قبيلة لها نطق معين، كل واحدة عندها نطق معين. إذن هو وحد ما يسمى لغة قريش أو لغة، خاطر فما حتى في اللغة هذه العربية فما بقايا متاع لغات أخرى، دمجها الكل وجعل اللغة العربية الحالية. تفضل دكتور كريم. مش بقايا، اللغة العربية هي لغة سارقة محتلة. أقول لك ليش، أنا مطلع على اللغة الآرامية والسريانية بطريقة أو بأخرى، وهذا الكلام اللي أنا عم بحكي فيكم أنتوا ترجعوا لليوتيوب وترجعوا لجوجل وتشوفوا اللي أنا عم بحكي. اللغة العربية لم يكن فيها التقطيع العروضي، ولكن والتقطيع العروضي جاء من اللغة الآرامية أو السريانية، يعني بيشعرهم الشعر الآرامي والسرياني، راح تشوف التقطيع العروضي. هي أول شيء، يعني الفراهيدي لما إجا وعمل لك هيدي القصتين الثلاثة تعيد اللغة العربية، هو ما جابها من عند أهله. أسماء الإشارة وأسماء الموصولة والهي، يعني ما تزال اللغة الآرامية صاحبة الفضل على اللغة العربية، هي اللي عملت هيدي القواعد. هي يعني هم أخذوا قواعد اللغة الآرامية أو السريانية وبنوا بها قواعد اللغة العربية. وأنا الكلام اللي عم بحكيه أنا مسؤول عنه، أنا مسؤول عن هيدا الكلام. ولو إذا بترجعوا للقواعد، ولو بيكون في حدا سريان معانا عم يسمعنا، بتمنى أو آرامي، بتمنى إما يأكد فكرتي يا أخي أو ينفيها، لأن وأنا ممكن جيب دلائل على هذا الأمر. يعني موضوع اللغة الآرامية والسريانية شغلني لفترة سنة كاملة تقريبا، وحاولت أني أتعلمها حتى عن طريق الكنائس السريانية هون، بس للأسف عايشين بالبرغل يا زلمي، إنه ما بعرف أو ما قادرين أو الدولة ما عم تسمح لهم. أنا يعني لما حتى ليش الخوف من تعلم اللغة الآرامية والسريانية؟ إذا أنت تعلمت لهيدي اللغة أنت في كتير كلمات رح تقدر تفك رموزها بالقرآن، في كتير كلمات. علي بن أبي طالب كان يتكلم اللغة السريانية، حسان بن ثابت كان يتكلم السرياني، كل كتاب الوحي كانوا كيف كانوا كتاب؟ ما هو ما كان في عندي كتابي أنا عربي، كانوا كتاب لأنهم كانوا يتقنون اللغة السريانية أو الآرامية. وطبعا السريانية والآرامية هي نفسها، بس ولكن مثل الجاهلية والإسلام، الآرامية قبل المسيح، لما إجا المسيح صاروا مسيحيين سموا سريان، يعني هي نفسها الآرامية والسريانية، هي نفس المصطلح يعني. أوكي، بس انه مثل بنقول الاراميين يعني الجاهليه، لما بنقول السريان يعني مثلا مثل الاسلام. فما يعني هذا الطمس للغات القديمه وعدم القبول باحيائها مره ثانيه، هذا ظلم. اللغه السريانيه او الاراميه، هل تعلم ان في دواوين يعني ديوان الملك وبلاط الملك الفارسي كانت تسجل باللغة الآرامية، وهي التاريخ وبنرجع عليه. للبلاط الفارسي كانت لغة العصر في ذلك الزمان كانت اللغة الآرامية، يجوا العرب وطمسوها بعد ما أخذوا منها كل شيء، مصوا دمها وكبوها، ويجي آخر شيء بيقطع لك ألسنة كل واحد يتكلم السريانية، أنه بدها تفضح كل شيء. تفضل. سؤال هذا لك دكتور.
ملكي صادق ملك سالم، انا ما بعرف اذا هو ملك سالم، يعني انا بالتوراة ما موجودة كلمة سالم نهائيا، بس ملكي صادق كان ملك اورشليم، وكان موجود زمن ابراهيم الخليل، ويقال انه كان مؤمن موحد بالله، وهذا يعني انه كان هناك من يؤمن بواحد بالله. تلك المناطق قبل زمن ابراهيم، ما هي ديانتهم؟ شوف الديانة الكنعانية اللي كانت بهذاك الزمان كانوا يسموها المديانية، كانت تسمى التعاليم المديانية، أعطيك أيوة تماما، كانت تسمى التعاليم المديانية، وهي تعاليم توحيدية كانت تدعو إلى الإيمان بإله واحد تنحصر فيه كل القوى، وإليه وحده يجب التوجه. هذه كان ديانة ملكي صادق، اللي هو ملك شاليم بهذاك الزمان، يسمى ملك شاليم. طبعا وكانوا المصريين الفراعنة كمان المعروف انه كانت ديانة توحيدية بهذاك الزمان. وبنعرف نحن حمورابي مملكة البابل وقصته، فيعني تماما انه كان في توحيد بهذاك الزمان قبل النبي ابراهيم. طبعا قناة خليل كوش، قناة الدكتور احنا حطيناها، طبعا عاود نزيد نحطها على المجموعة باش توصل لكم، فهمت؟ حطيناها البارح وطبعا نزيد نعاود نحطها باش توصل لكم. شكرا. اللي بعده، اللغة العربية غنية جدا بمفرداتها ولكن علميا وتكنولوجيا متخلفة، هذا ناتج عن القائمين بأمر اللغة ما بسبب عقلية شعوب. شكرا لك. شكرا. لا غنية هي، ما حتى حد من نجم ينكر انها غنية، فهمت؟ بس ناتج عن القائمين بأمور اللغة، لأنه مجمع اللغة العربية مجمع تافه، هو تم فتحه مجمع تافه بكل مجال. تم فتحه عام 1830 في سوريا، ثم تم إغلاقه وعاود فتحه عام 1920 في مصر، فهمت؟ يعني مجمع فاشل 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 كليا. طبعا مجمع فاشل وتافه. شوف لأحكي لك شغلة، هلا أنا مثلا شوف اللغة الفارسية أنا تعلمتها، حتى تعد اللغة الفارسية لهجة 33 باللغة العربية، ماشي هيك بيعتبروها العرب بعنصريتها، ولكن اللغة الفارسية هي لغة علميا حية أكثر من اللغة العربية، لغة حية أكثر من اللغة العربية. ليش؟ اللغة اللي بتحافظ على قوامها وما تزال تستخدم الكلمات الغريبة عنها. مثلا شوف أنت باللغة الإنجليزية لما بتشوف عم يحكوا مثلا طهارة، طلت طهارة، هجاب، هجاب، جهاد، جهاد. شوف المصطلحات الإسلامية اللغة الإنجليزية حافظت عليها مثل ما هي جاية، مثل ما أجت، ما قامت بعملية الإنجليزية تبعها. حتى الفرنسية نفس الشيء، أخذت يعني كل المفردات أو خلينا نقول التعابير اللي بتدل على شيء معين أخذتها باللغة الأصلية تبعها وتركتها. يعني اللي بيسمونك جهاديزم يعني شوف هجاب، ومن هاف هجاب، مرأة لديها حجاب، هجاب بحجاب. لا بحجاب. أما بحجاب. أما تماما. فلما باللغة الفارسية، اللغة الفارسية أنا درست فيها، المصطلحات العلمية كلها بقيت كما هي، كما هي مثل ما إجت من اللغات الأصلية. كمبيوتر كمبيوتر، أما عندنا نحن صار اسمه حاسوب. يا رجل قديش في فرق بين كلمة حاسوب وكمبيوتر؟ في فرق كبير. التليفون اسمه تليفون، كيف صار هاتف؟ الساندويش ساندويش، الشاطر والمشطور والكامخ بينهما. يعني تخيل انت يا رجل المأساة اللي نحن عايشينها في سوريا من سنتين ثلاثة او اربعة، يعني من المنهاج الجديد نحن كنا نكتب بدل اكس واجريج مثلا كمجهول بمعادلة رياضية، نحن نكتب سين وصاد وعين. يعني في إلنا اصدقاء لما طلعنا نحن لبرا ندرس كان عندهم مشكلة بالإكس وإجريج ولوغاريتم وما بعرف شو هذه المصطلحات. يعني مثلا عندنا نحن جيب وتجيب، جيب وتجيب يعني
انا ما كثير بفهم بالمعادلات بالمصطلحات الرياضيه، ظل وتظل كونس وكونس. ما نفهمهمش انا بالعربي، ما نفهمهمش بالكل بالعربي. ما انا معك، ما انت اصدقائي انا لما طلعوا كانوا عم يدرسوا العلمي مثلا المهندسين كذا، هن كانوا متخلفين يعني نسبه للي كانوا معانا، لانه ما بيعرفوها لهيدي المصطلحات. يعني مثلا شو كان هسه يعني قطع الناقص، القطع الزائد مثلا، شو قطع ناقص؟ يعني بدك تعطيني اسمه بالعلمي. هذا التعريب، تعريب العلوم المجرده مثل الرياضيات ومثل الفيزياء، هذا كلام يعني مرفوض تماما. فاللغه يجب ان تكون لديها القدره يعني لتكون مرنه تستقبل كل المفردات الجديده والغريبه، بتحافظ عليها على جذرها. لازم دائما يكون عندك فعل ثلاثي وفعل رباعي. يا اخي اخت الثلاثي على اخت الرباعي، يعني خلص استخدم هيك. هيدي انت بالمعاجم، هيدي بالمعاجم الانجليزيه، انتبه لما تبحث عن كلمه هجاب خلص بيقول لك الجذر تبعها، بيقول لك جذره كذا، انتهى الموضوع. هذيك المشكله. تعرفش داعي انه والله دكتور. تمام فضل. دكتور تعرفش وقتاش الفارسيه تحولت بالحروف العربيه؟ عندك شيء؟ هلا هي كانت اللغه البهلويه وبحروفها، بعدين تحولت على اللغه العربيه. اي تمام، بس اعتقد انه هذا الامر يعني بيسموها الحقبة القاجارية يمكن، أو بعد الحقبة القاجارية يمكن، بتذكر هيك شيء. أنا والله يعني ما بدي أعطي معلومة مكتوب منها غير سمتة. لو لم يظهر المغول لما دمرت الكتب في بغداد في عصر العباسي، هل لو لم يظهر المغول هل كان العالم سوف يكون أفضل؟ أكيد أي كتاب خسارة خسارة. أكيد أكيد. ولو لم يظهر المسلمين في مصر لما دمروا المكتبة الإسكندرية، يعني مكتبة الإسكندرية، ولو كنا في عالم آخر اليوم. أكيد أكيد. الهمجية لا يمكن أن الهمجية أن تعطيك حضارة. ليش اليوم أنت ما فيك تحكي لي عن حضارة المغول؟ حتى الإسلامية ماتت وراحت يا زلمة. اليوم لليوم نحن حضارة اليونان، شوف انتبه، رغم أنه اليونان وبتعرف اليونان وشو كانت وشو، بس ما تزال اليوم لليوم اليونان بالمعارف اللي قدمتها، مو بالهمجية. بالفعل. طب تضيء بيتك يا ودع. الباطنية هناك مثلا باطنية أسطورية. نشوفوا هذا. رجعت سريانة الرسول محمد يبعث صحبته إلى الأرض. عبير يسيرون الليل ويكونون النهار، يعيرون الليل يقتلون الرجال يسبون. نعرفوها. كريم كرر سؤالي، هل يوجد كتابات فارسية ساسانية في فترة محمد والخلفاء الراشدون؟ هل الفرس كتبوا تاريخهم في تلك الفترة؟ هل ذكروا كيف سقطت فارس؟ تم سقوط فارس بطريقة سريعة جدا. فهمت؟ جاوبتك على سؤال آخر حول ما يسمى استعمال عبد الله بن الزبير للنقود الفارسية ووضع فيها اسم الله، وضعت لك الصورة. سقوط، تم حرق كل شيء. رغم هما تاريخ فارس كامل، حتى اللي كتبوه على محمد أكيد المسلمين حرقوه، ما يفهموا شيء. جماعة همج دخل، انت توا داخل لك جماعة همج، ما يعرفوش حتى شنو معناها الرواق، وما يعرفوش شنو معناها الكرسي، ما يعرفوش حتى الزربية، لا عمرهم شافوها في حياتهم. حرقوا كل شيء، حرقوا حتى تاريخهم. أكيد رأوا في فترة الهجوم، متأكد أنا في فترة الهجوم العربي على منطقة فارس أنها تم كتابة هذا الهجوم، ولكن لم يبقى شيء، ما يبقى حتى شيء. فما وثيقة كريم واحدة. كريم كريم كريم. نعم. إيران كانت كل عمرها معروفة بالسجاد، ماشي؟ أو السجاد نعرف، معروفين. لما دخلوا العرب، لا معروفة بإيران. لما دخلوا العرب على إيران كان هناك سجادة مصنوعة بخيوط الذهب، كانت مصنوعة فيها تاريخ إيران. شو عملوا فيها؟ قطعوها يا رجل، قطعوها إلى 5 قطع وتقاسموها غنائم.
بيسألني الأخ إنه شو كان بده يكون مصير اليوم العالم اليوم. بالفعل بالفعل. إذا فلاديمير فما يسر الشيء فما فما رسالة فما رسالة وحيدة تتكلم هذه الرسالة. يقولون إن أنا مشيت لمعرض بريطانيا وسألت عليها الرسالة هذه، قالوا لي معناتها ما يعرضوهاش، ما نعرفش علاش، قال لك ما زالت معناتها في ما يعرضوهاش في المعرض، وموجودة في الانترنت وانا ابحث لك عليها ونقول لك عليها. فهمت؟ نشوف السؤال الاخر. علي المعلومات الفرعونية ليس لهم علاقة باليهود واصلهم شمال افريقيا، ولغتهم البدائية مشتقة من اللغة الطوارقية مع تحوير اللغة بسيطة منها. كل واحد ينسب روحه، ما نش باش نوفق. فهمت؟ كل واحد يرد الفراعنة، اللي يردهم سودانيين، اللي يردهم أمازيغ، اللي يردهم ما نعرفش رومان، اللي يردهم لا ما ما أعتقد إنه كان يهودي. لا يهودي لا ما أعتقد. المهم نظن يكفي اليوم. غدوة شنو الموضوع زعما؟ خليني أنا نختار وحدي. لا ما تختار ليش. انت مش عليك انا. لا 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 ما تختار ليش. انا غدوة نقوم الصباح تجيني فكرة في مخي نعملها. فهمت؟ اللي علقني ثلاث ايام بابراهيم ورب ابراهيم. وما حكيتش يعني الا حاولت باش نختصر، خاطر مرحلة مهمة، على خاطر الدين الابراهيمي عنده خصوصية فريدة من نوعه، يعني فريدة من نوعه. يعني انا نشوف انا بداية ابراهيم هو اللي خلق ما يسمى الدين السياسي. الدين السياسي العالمي للسيطرة على العالم أجمع. فهمت؟ أنت لاحظت أنه نحن اليوم أنه هاي ثلاث حلقات عن إبراهيم ما قدمنا الطريقة المتعارف عليها للنقاش عن إبراهيم مثلا، وراح وأخذوا أحداث. نحن قد لأول مرة يقدم طرح إبراهيم بهذه الطريقة، وأتحدى أنا أن يكون في حدا قدمه مثل ما قدمه كريم العبيدي وربط تاريخ إبراهيم، يعني حكى بأفكار أعتقد أنه لم تطرح حتى الآن بموضوع إبراهيم أبدا. نشوفه أخسر يعني بغض النظر عن القصة التاريخية، تاريخية خطر جانب تاريخي. أنا هذاك علاش معناته أنا أخذ جانب من التاريخ الموثق الصحيح وأحاول أربطه بالإنجيل، وهذا ما عنده أسلوب الآن يستعمل في التاريخ. فهمت؟ هما بيدهم يستعملوا. أكسل أنا يعني أعطيك أنت الكلمة الأخيرة من بعد الدكتور ومن بعد يزيد نمشي ونروح. مداخلة صغيرة على الدكتور، قال العرب وقت السجادة بالذهب مشي كنت نسمع فيه تو إذن فانا قرن بالله سمح. هذا حب بعد في فتح فارس في عهد عمر، بعهد عمر بن الخطاب. معناته نقولوا نحن عهد عمر بن الخطاب رجع له يا اخويا. في 2010 في القرن 21 وقت اللي صارت ما يسمى الثوره تمشيوا يعرف كريم المسجد تاع قرطاج مو بن علي بنيه يودي مشيوا روحوا بالثريات اللي استالوا بالزرق. ما واحد يدعي شنو عامل دمرت اثار، دمرت اثار ايضا نفس الشيء. هم يدمروا كل شيء. هم المتنبي الصنبط على المتنبي هنا دمره اي وحبوا يدمروا ابن خلدون. يعني بتقصد انه لما بيدخل محتل يعني ممكن يدمر كل شيء، هيدا قصدك؟ لا هو قال لك يعني هم الان يعملوا في نفس الشيء، يعني عادي انهم يعملوا في الوقت ذاك. ولا معناته انت كل اليوم نحمل ثقافه الصحراء، كلنا عندنا ثقافه الصحراء. هلا كلنا ما عاد عندنا الثقافه القديمه طبعا. بالضبط. وانا راه مانيش ديما نعطي في حاجات نيجاتيف، اما هذيك الحقيقه ولازم نوريوها كيما هي باش يغزروا رواحهم في المرايه. اخي الشاعر ولد حمد يعرفوا كريم يعني يقول أحب البلاد كما يحبها أحد. ما يتو مشوا كسروا له قبره، قالوا هذا ملحد. فهمت؟ معناتها الثقافة متاع مين عارف أنا أخوي هذي بدون تعليق. فهمت؟
بدون تعليق. بدون تعليق. أما أخويا كان القطر جيبنا في البلدين هذه معناتها لازم الإنسان يكون إنسان بالضرورة معناتها فهمت يكون فهمت هذا هو طبعا ولا. طبعا أوكي إنسانيتك فكر شو بدك. شكرا دكتور، شكرا أكسل. موعدنا بكرة، مازلنا 10 أيام وينتهي رمضان ونرجع للعادة. نرجع يا أخوي، نرجع يا أخوي، نرجع للفيستا يا أخوي. أما كما نقول معناتها كل اللي يحب يتبع دين يخلق دين روحه، عنده الكتب عنده الأديان، كل واحد يرقد على جنب اللي رايحه، كل واحد يخلق ربه وحده، كل واحد يخلق دينه وحده، فهمت؟ ونكونوا كلنا مرتاحين، فهمت؟ هذا هو أخوي. شكرا شكرا دكتور، شكرا على المعلومات القيمة، شكرا دكتور الأكسل المداخلة متاعك اللي شارك. شكرا حبيبي أكسل الغالي، عايش خوي عايش. شكرا كريم، شكرا للجميع، شكرا مع السلامة. مع السلامة. إلى اللقاء. باي.